اسمها كومباكت اوستيوما، فاكرينها اللي كانت عظم الجلد ولا ايه كلام؟ عظم قال لك يا عم الاوستيوما مش بناين تيوب، الكومباكت اوستيوما هامرتوم، خلاص اللي هي الكومباكت اوستيوما اللي كانت بتطلع في السكال، عظم الزايد اللي بيحصل في السكال. ادي واحد. اثنين دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ نيف. ثلاث دي اسمها ايه الحمراء دي؟ الوحمه اسمها ايه؟ ثلاثة هيمانجيوم، والشفايف لما تتنفخ ده بقى ايه؟ ليمفانجيوم، وعندك حاجه اسمها لانج هامرتومه ورينا الهامرتومه. ايه لانج هامرتومه دي؟ بتقراها في الشفا يقول لك يا ابني لو لقينا لانج، ركز معايا في السؤال ده، دي دكتور معين كان بيسال السؤال ده كتير قوي في الشفا، يقول لك لقينا لانج واللانج دي بالاكس راي لقينا فيها ناس، فانت تتخض، ناس يا نهار اسود سرطان بقى ولا ايه؟ وخدوا عينه من هذه الماده لقوا فيها نورمال كارتش على نورمال ايبيثيليوم بتاع برونكاي على نورمال سموث ماسك مع ترتيب عشوائي، تبقى بناين تيومر ولا مالجنا تيومر؟ لا بناين ولا مالجنا، تبقى ايه؟ هامرتوم. لانجا هامرتوما فيها ريسبيراتوري ايبيثيليوم، فيها كارتلج، فيها سموث ماسل، المكونات اللي بتعمل المنطقه دي جت مع بعض اتلخبطت على بعض بكميات زياده وراحت عامله لك ميس مثلا في اللانج. الكدني نفس الكلام، تلاقي شويه تيوبيول، شويه ايبيثيليوم على شويه ميزنكان، شويه فايبرس تيشو، وعامل لك كورد على بعضها كده يسموها رينا الهامرتوم. يبقى اذا دي اماكن الهامرتوم المشهور. نقول تاني يا دكاتره عشان نكون متاخرين، ما هو الديفينيشن اوف هامرتوما؟ بناين ولا مالجنا؟ تيومر لايك مان سببها ديفلوبمنتال اب نورمالز وترتيب الانسجه فيها. وديس اوردر بروفريشن اف هازارد ارينجمنت. وفيها اكسس اوف وان كومبوننت او سيف، غالبا ده سنجل كومبوننت لان بتدي شكل بارد. نيجي للتايبز اوف هامرتوما من الرسم، اول حاجه من هامرتوما عندنا اسمها انو اوستيوما كومباكت، اثنين نيف، ثلاثه هيمانجيوما، اربعه ليمفانجيوما، خمسه لانج، سته رينال هامرتوما. ده بالنسبه لموضوع الهامرتوما. لو حبينا يعني حبينا، وانا مش حابب يعني، ان احنا نصنف البيهيفير بتاع الهامرتوما، نصنفه بناين ولا مالجنان؟ يعني تعمل ميتاستاسيس لو صنفت بيهيفيرال، بيهيفيرال هتبقى دراسه خلاص، انما هي ما هياش اصلا تيومر، عباره عن تيومر لايت مان. ده بالنسبه لموضوع اسمه الهامرتوم. في بعد كده يا دكاتره ورم عجيب جدا بيسموه الورم المتوحش، بيسموه ايه؟ ورم المتوحش او المونستراس تيومر. ما هو المونستراس تيومر؟ المونستراس تيومر باللاتينيه اسمه تيرا، تيرا ده او تيراس ده معناها وحش، مانستر تيراتوما، الورم المتوحش او المانستر تيوما. ايه قصه التيراتوما دي؟ ها ما تاخدوش كراك، ما تاخدوش كراك، مش كراك صغيره هو اللي بيقول شويه كده وفي لسه في ناس ملوش، ما تاخدوش ما عندناش كراك. هو في ورا كراك صغيره؟ طب انت بسرعه كده الله يحفظك. هو في تاني يا مصطفى غير ده؟ مفيش غير ده بس؟ يلا ورينا. يلا. انا بقول لحمة كده اجيب شوية كراسي، يعني بقول لحمة اجيب شوية كراسي. 20 30 كرسي حلو الأزمة دي. يلا يا شباب. يلا يا شباب، بنتكلم على ورم اسمه تيراتوما أو الورم المتوحش. أقول لكم قصة اكتشاف هذا الورم. قصة اكتشاف هذا الورم يا دكاترة من حوالي اكثر من 70 سنه، اكثر من 70 سنه وجدوا ان بعض الميل بيحصل لهم سيفير انلارجمنت في السكروتم، بيتضخم السكروتم جدا، وبعدين في حالات كثيره جدا كانوا بيموتوا ان دايجنوز، لحد ما احد الاطباء قرر قال لا ده انا لازم افتح واشوف بنفسي ايه الطفل، فراحوا فاتحين عمليات جراحيه، فتحوا انسجن في السكروتم، بص هذا الطبيب على الورم ده وتخيل ان زي ما يكون في انسجه متوحشه او جزء عفاريت او سحر او شعوذه، لان فوجئ ان السكروتن ده طالع من جواه سنان وكارتلج وبون وشعر ومصل وكل اللي نفسك فيه موجود. ورم بيعمل كل حاجه. مثيل هذا الورم بيطلع على الاوفري، ورم تلاقيه طالع على الاوفري وعامل سيست، يطلع فيها اسنان، يطلع فيها شعر، يطلع فيها كارتلج،
يطلع فيها جلاند، يطلع فيها ايبيثيليوم، تعمل جلد، تعمل كل حاجه. عشان كده سموا الورم ده مونستراس تيومر او تيراتوما، كانوا بينسبوا هذا الورم للشعوذه والسحر والخزعبلات، انما اكتشفنا ان هو لا سحر ولا شعوذه، ده الموضوع ده عباره عن تيومر، وهذا تيومر كومباوند ميكس تيومر، حاجه اسمها تيراتوما. هو المفروض يا دكاتره ان كان في طبعا الطب كان في زمان سترونج بليف، اعتقاد جازم ان الاورام بتطلع من مونوكلونال. يعني ايه مونوكلونال؟ مونوكلونال يعني ايه؟ يعني خليه واحده. ولا زال هذا السترونج بليف لحد النهارده ان مصدر الورم ام واحده اتجننت، ولذلك جميع خلايا الورم تبقى من نفس الفصيله. انما لما جم لقوا ان في ورم يطلع ايبيثيليا ويطلع ميزينكايم ويطلع كونكتيف تيش ويطلع سنان ويطلع شعر، قال لك ده اكيد مش ورم، ده عفاريت. عشان كده راحوا مسمينه تيراتوما. لكن بعد تقدم العلم اكتشفنا ان في خليه في جسمنا واحده تقدر تبقى مونوكلونال وتعمل كل حاجه. مين الخليه دي؟ اللي هي الانو ستيم سيل مالتي بوتنت ولا التوتي بوتنت؟ توتي بوتنت. واكثر توتي بوتنت سيلز في جسم البني ادم موجوده فين؟ عشان من المكان اللي قلت هو اكثر اماكن للتيراتوما فين؟ تستس واوفر. شفره خلاياك كلها موجوده فين؟ في الجيرم سيل. عشان كده طلعت النظريه بتاعت توتي بوتنت جيرم سيل اللي تقدر تتجنن وتعمل اي حاجه. نبدا يا دكاتره بالديفينيشن اوف تيراتوما. عندكم على فكره اشارات في العملي ديرمو، حاجه اسمها ديرمويد تيست او تراهيه تيراتوما. ديرمويد تيست دي في الاوفر اللي هي تيراتوما في الاوفر. نيجي للديفينيشن. اول جزء في الديفينيشن يا دكاتره هو مش تيومر عادي، هو كومبوزايت تيومر. كومبوزايت يعني ايه؟ كلمه كومبوزايت تيومر يعني ايه؟ كلمه كومبوزايت يعني كوكتيل ميكس، خلاص، مكون من كذا كومبوننت. هو كومبوزايت تيومر يعني مش حاجه واحده. وهذا الكومبوزايت تيومر فورمد اوف، ركز بقى معايا، ثلاث عناصر موجودين في التيشو ده: اكسوديرمال وميزوديرمال واندوديرمال تيشو. ليه ما قلناش ايبيثيليال وميزنكايمال؟ ليه صنفناها بالتصنيف الامبريولوجيكال دي؟ لان لما الخلايا التوتي بوتنت الجيرم سيل بتعمل ديفرنشيشن، تعمل ديفرنشيشن للجيرم ليرز الاول، درست امبريولوجي؟ فتدي الثلاث مصادر للجيرم ليرز هم مين؟ اكتوديرم وميزوديرم واندوديرم، ومنهم يطلع اي حاجه. يعني الاكتوديرم يطلع منه ايه مثلا يعني؟ يطلع منه سكين، يطلع منه هير فوليكل، يطلع منه نيل، يطلع منه تي. طب اندوديرم زي ايه؟ اندوديرم زي جلاند مثلا. طيب وميزوديرم ماسل كونكتيف تيشو وهكذا. يبقى اذا تلاقي في الورم ده اي حاجه، يبقى هو عباره عن كومبوزايت تيومر فورمد اوف اكستوديرمال اندوديرمال اند ميزوديرمال تيشو. خد بالك من اخر نقطه، لو كتبت الكلام ده بس يبقى غلط، هتاخد صفر صفر. لو تجيبها من اثنين هتاخد صفر من اثنين. ركز في اخر جمله اللي دايما تنسوها، الاكستوديرمال تيشو اللي موجود، ركز عشان في حاجه على فكره خدناها لسه من شويه ممكن تعمل الكلام ده كله. مش انا قلت لكم يا دكاتره ان في حاجه اسمها هامارتوما اوف ذا لانج؟ فيها ايه الهامارتوما اوف ذا لانج؟ سكارج، ايبيثيليا، سموث ماسك، يعني فيها كل حاجه ولا ما فيهاش؟ فيها كل، بس كارتج اصلا موجود في الاسوتراك؟ السموث ماسك اصلا في الاسوتراك؟ البرونكيال ايبيثيليا في الاسوتراك؟ يعني الانسجه اللي اتكونت في الهامارتوما فورين ولا اوف ذا سيم اوريجن؟ انما اللي هيتكون في التيراتوما فورين تو ذا اوريجن. هو الاوفري فيه شعر، هو الاوفري فيه جلد، هو الاوفري فيه سنان، هي دي التيراتوما. اللي يفرقها عن الهامارتوما يا دكاتره اخر كلمه اللي بتنسوها دايما في الامتحان، ان كومبوزيت تيومر مكون من اكت وميز واندو، ولكن فورين تو ذا سايد اوف اوريجن. فورين تو ذا سايد اوف اوريجن، انسجه غريبه عن مكانها. عشان كده قالوا الورم المتوحش او التيراتوما. بصوا يا دكاتره النواسين، في هنا كراسي كويس؟ اكسبشن عن الرول عشان بس ما المفروض ما حدش يعدي يعني، ولكن عشان بدأوا تقعدوا على الارض فممكن اسمح لكم تعدوا. يلا بسرعه. عدوا من ورايا طبعا. عدوا من قدام يعني. يلا يا دكاتره بسرعه. يلا. بسرعه 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 بسرعه. يلا بسرعه بسرعه. يلا يلا. يلا يلا يلا. يلا 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 يا دكتور، اقعد يا دكتور، ما فيش حد واقف، حد شغل. يلا بسرعه بسرعه.
يلا كلنا نبقى الله يكرم. طيب خلاص نقعد يلا بينا. يلا ده كاس الثاني. ما هو الديفينيشن اوف سيراتوما؟ خلاص امنع الصوت. يلا ده كاس السيراتوما ديفينيشن مكون من ثلاث اجزاء. اول جزء في الديفينيشن بيقول السيراتوما دي عباره عن ايه؟ كومبوزايت تيومر فورمد اوف ايه؟ اكسوديرمال ميزوديرمال اندوديرمال من مكان طبيعي ولا فورن تو ذا تيشو؟ فورن تو ذا تيشو اوريجن. دي اهم نقطه خد بالك اوعوا تنسوها ارجوك يا صديقي لا تنسى كلمه فورن والا تبقى هامرتومه مش سيراتوما. خلاص ده اللي بيفرقها عن الهامرتومه. ده بالنسبه للديفينيشن. هنتكلم بعد كده يا شباب على السايز اوف سيراتوما. يلا يا دكتوره يلا يلا بسرعه يلا 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 مفيش اماكن ورا يلا يلا بسرعه يلا بسرعه 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 يلا 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 يلا. طيب بص يا شباب ركزوا معايا نرجع تاني. ايه انواع هذه التراتوما او هذا التيومر المتوحش يا دكاتره؟ سؤال. هم سموه تيومر متوحش مالستراس تيومر عشان هو بيناين ولا مالجن؟ سموه مالستراس تيومر عشان هو بيناين ولا مالجن؟ سموها تراتوما عشان هي بيناين عشان هي مالجن ولا عشان الكومبوزيشن اللي فيها غريب عن التيشو؟ هو ده السبب. انما التراتوما بيناين ولا مالجن؟ ممكن تبقى بناين وممكن تبقى مالجن. ولذلك تم تقسيم لا بص كده اقفل بقى ما تفتحش تاني. يلا يا ناجي خش يا راجل بسرعه هنقفل كده بقى. صوت فيهم ايه يا عم؟ خش يا راجل اقفل ايه ده بقى ما تفتحش الملف ده. لا بص كده خليك مش قاعد جنبه وامسك الاوفر. التايبس اوف تيراتوما ده كده قسمت التيراتوما مش كل التيراتوما بناين مش كل التيراتوما مالجن. اول نوع من انواع التيراتوما هي تيراتوما ناضجه وطالما ناضجه تبقى بناين ولا مالجنان؟ فيها نضج والنضج ده معناها ان هي خلايا الى حد ما عاقله فبيسموها ماتيور تيراتوما. بيسموها ايه؟ ماتيور. وفي تيراتوما غير ناضجه. غير ناضجه يعني مش عاقله يعني مجنونه يعني بناين ولا مالجنان؟ مالجنان فيسموها اماتيور تيراتوما. وفي حاجه غريبه قوي حاجه هتشذ عن القاعده خد بالك منها. اللي هيشذ عن القاعده هيسموه مونوديرمال تيراتوما. سموها ايه؟ مونوديرمال تيراتوما. طيب سواء كانت بناين ماتيور او اماتيور او مونوديرمال ما هو الاوريجين اوف تيراتوما؟ ايه الخلايا اللي عملت التيراتوما؟ انه خلايا ايبيثيليال ولا ميزنكايمال؟ ايبيثيليال ولا ميزنكايمال؟ انه توتي بوتنت جيرم سيل. يبقى اذا الاوريجين يا دكاتره هو توتي بوتنت سيلز عامة خاصة التوتي بوتنس جيرم سيلز. يبقى فيها اما توتي بوتنس سيلز او جيرم سيلز. طب ليه ما قلناش توتي بوتنس جيرم سيلز وخلاص؟ لان مش كل التيراتومز بتحصل في الاوفر سيلز بس. ده احنا لقينا تيراتومز ممكن تحصل في البوستير بارت في الميد لاين لازقه في الفرتبرا الكولا او تطلع في العيال الصغيره في الساكرم. هو الساكرم ولا الفرتبرا الكولا ولا البريتونيوم في جيرم سيلز؟ لا ما فيهوش. بس افترضوا نظريه قال لك يمكن يكون في ستيم سيلز توتي بوتنت اتبقت ما انقسمتش في الاماكن دي وعملت ديفرنشيشن لتيراتوما. ولذلك الاوريجن بتاع التيراتوما جيرم سيلز بس ولا معاها توتي بوتنت سيلز؟ نستنتج من ذلك ان السايت اوف تيراتوما المكان رقم واحد ايه يا دكاتره؟ اه اوفر الجونات. مكان رقم واحد الجونات. مش معنى الجونات دي اكتر مكان يحصل فيه تيراتوما في العالم لان فيها ايه؟ الجيرم سيلز. رقم اثنين بيقول لك في الميد لاين. ميد لاين. الميد لاين اشمعنى الميد لاين؟ الانسان لما كان بيتطور وهو امبري كان بيتطور من السنتر للاطراف ولا من الاطراف للسنتر؟ يعني كانت ايديك تنبت الاول وبعدين تكون لك ترانك ولا كان يطلع الترانك ويطلع منه ايدين وصوابع؟ كان بيبقى سنتروبيدال. سنتروبيدال يعني بيتكون من السنتر للاطراف. فالاصل الخلايا المركزيه في جسمك كانت فين؟ كان في السنتر وفي الاطراف. ده بيفسر ان في توتي بوتن سيلز موجوده في السنتر تطلع تيراتوما في السنتر في الميد لاين في البيز اوف ذا سكال ريترو بريتونيال اللي ورا قدام الفيزيبا كولم في الساكرام كلها اماكن سنتر. لان اصل تطور الامبريو كان سنتروبيدال كده اهو
في اصل الخلايا كانت متركزه في السنتر، الخلايا الاوليه اللي هي تقدر تعمل كل حاجه. خلاص يبقى اذا الجيرم سيل او دوتي بوتنت، ولذلك الاماكن جوناد او ميد لاين. يبقى فهمنا تفسير الاماكن ايه؟ ده بالنسبه للسايت. نخش كل دول هيعملوا اي نوع من الانواع دي، يعني مش شرط بتاعت الجوناد تبقى ماتيور، لا ممكن تبقى ايماتيور. مش شرط بتاع الميد لاين تبقى ايماتيور، لا ممكن تبقى ماتيور. يعني اي ممكن تعمل بناين او مالجنت او مونو ديرما. اتفقنا ان الماتيور بناين ولا مالجنت؟ بناين. الماتيور ليها شكلين مشهورين قوي. الماتيور يا دكاتره بدايه كده نتفق على قاعده، الماتيور تيراتومز ار بناين. خلاص كلهم بناين. وفيهم ماتيور ستراكشر. فيهم ايه؟ ماتيور ستراكشر. يعني ايه ماتيور ستراكشر؟ يعني حاجه بتقلد الكارتليش ولا كارتليش بجد؟ كارتليش بجد؟ حاجه بتقلد البون ولا بون بجد؟ حاجه بتقلد ايبيثيليوم ولا ايبيثيليوم بجد؟ يبقى في ماتيور ستراكشر. قسموا الماتيور تيراتوما الى نوعين، نوع سيستيك ونوع صلب. ايه الفرق ما بين كلمه سيستيك وصلب؟ سيستيك يعني في كبد، وصلب ما فيهوش كبد. سؤال، يا ترى اشهر تيراتومس في الدنيا سيستيك ولا صلب؟ اللي عندكم في الجارات ايه؟ سيست. ده الموست كومن تايب اوف تيراتوما ار سيستيك تيراتوما. تستنتج من ذلك ان معظم التيراتومس في العالم بناين ولا مالجن؟ معظمهم ايه؟ بناين. ما هو السيستيك بيتبع ايه؟ البناين. طب اكثر مكان للسيستيك بتحصل موست كومنلي فين؟ هو اللي عندكم في الجرات تيراتوما فين؟ في اوفري. يبقى السيستيك تيراتوما موست كومنلي ان اوفري، وهي بناين تيراتوما فيها ماتيور استراكشر. طب ما تيجي نشوف تركيبها، يلا نقلب. السيستيك تيراتوما اللي اسمها ديرمويد سيست، ديرمويد سيست، الاسم ده هتلاقوه احيانا على بعض الشرايط. احيانا اقول لك سيستيك تيراتوما، احيانا اقول لك ديرمويد سيست. ليه سموها ديرمويد سيست؟ اكيد الاسم له معنى. ديرمويد سيست اولا سيست لانها سيست، يبقى هي مكونه من سيست. يعني في فراغ جوه ولا مفيش؟ في كبسول بره ولا مفيش؟ دي ادي سيست. ليه سموها ديرمويد؟ كلمه ديرمويد جايه منين؟ سكن، يعني لايند باي سكن. هو الاوفري فيه سكن؟ ما فيهوش، عشان كده ده فورين تو اوفري، عشان كده تيراتوما. يبقى اذا هي عباره عن سيست كابسوليتد لايند باي سكن. ادي الجلد اهو، ومفروض ان الجلد الطبيعي بيطلع ايه؟ بيطلع شعر فيها هير، وبيفرز ايه؟ وبيفرز ايه؟ سيبم. فالسيست تتملي سيبم. عارفين السيبم؟ السيبم ده ماده كربوهيدرات ولا بروتين؟ كربوهيدرات ولا ليبت؟ ماده فاتي ماتيريال، ماده دهنيه، اللي بتلاقي تحس ان الجلد مزيف كده، وهو ده السيبم. فيبدا يعمل فيها جلد بالظبط، يطلع هير فيها كوليجن والسيست كونتيننج سيبم. يجي لك في الام سي كيو موست كومن الديرمويد سيست كونتين سيراس فلويد، ميوسيناس فلويد، نو فلويد، سيبم. اختار ايه؟ سيبم. اسمها ايه؟ ديرمويد، والجلد بيطلع سيبم. يبقى ده محتوى السيست. طب فيها حاجات غريبه عن الجلد؟ اه، تلاقي جلد يطلع سنان تيز، جلد يطلع كارتش، واحد جيران يعني، جلد يطلع حته عظمه بون، يطلع جلان بلاد فيسل. حط زي ما كل اللي نفسك فيها تلاقيه، حط اللي انت عايزه، مش اي حاجه غلط، كله صح. نيرف، اي تيشو، سموت ماسك، فايت، اي حاجه. بس ليه سموها ديرمويد؟ عشان لا تنسى مين؟ الجلد، ولا تنسى طالع منه هير وبتفرز سيما. مركب اي حاجه عليها تطلع صح. هي دي الديرمويد سيست، تيومر المتوحش اللي شكله غريب، اللي طلع حاجات غريبه ما ينفعش اصلا تيجي على الاوفر. ده بالنسبه رغم هذا المنظر القبيح جدا، الورم ده بلاين ولا مالجنا؟ بلاين تافه جدا ولا اي قيمه، ما بيعملش غير كونفرشن بس، ويستأصل بالجراحه مش اي مشاكل. نيجي بقى للسوليد تيراتوما. السوليد ماتيور تيراتوما. السوليد ماتيور تيراتوما يعني هي عباره عن سوليد ستراكش، يعني فيها سيست ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش. انما العجيب في الموضوع، يسالك في الشكل يقول لك يا ابني لو في ستيراتوما موجوده على الاوفري ولقينا فيها مالتيبل سيست، لان ايه؟ مالتيبل سيست. شوف السؤال الخبيث، مالتيبل سيست تبقى سيستك ولا سوليد؟ هتقول لي ايه دكتور الطيب ده؟ ده هو بيقول لي ده ستيراتوما فيها مالتيبل ايه؟ سيست. والاختيارات ايه؟ سيستك ولا ما هو دكتور طيب انا حمار، يبقى ايه؟ هتقول لي مختار ايه ده؟ سيستك ولا سوليد؟ هي سيست تعمل مالتيبل سيست، ده هي سيست سيست واحد بدل مول سيست. لو لقيت مالتيبل سيست، ده سؤال خبيث، اوعى تقع في المقلب ده.
ده سيستيك تشينج حصل في السوليد. ده ايه؟ سيستيك تشينج حصل. يعني ايه سيستيك تشينج؟ مش دي انسجه غريبه؟ مش ممكن ما يكونش ليها بلاد سبلاي كويس؟ طب لما ما يكونش ليها بلاد سبلاي كويس مش في انسجه منها هتموت؟ واللي هتموت هتسيب مكانها فراغ، فالفراغ ده يبان بالسونار على انه ايه؟ سيست واحده ولا اكتر؟ يبقى اذا لا تنسى ان السوليد ممكن تعمل مالتيبل سيستيك تشينج. سوليد يعني سوليد ستراكشر، لكن ممكن يحصل تتحول الى مالتيبل سيستيك. اوعى تتخمم في الاسئله الشفوي تفتكر ان اللي بيسالك ده طيب وجميل وامور. ها؟ افترض سوء النيه دايما، مش في الحياه، في الشفوي بالذات. دايما في الشفوي تفترض سوء النيه. فكر في السؤال كويس وما تسرعش. ده بالنسبه لانواع المسدود، سواء كانت سيستيك او سوليد. احنا بنتكلم على بناين ولا مالجنانت؟ بناين. نيجي بقى للاماتيور اللي هي المالجنانت. الاماتيور من اسمها تطلع ماتيور تيشو ولا اماتيور تيشو؟ او سؤال تاني اهو. التيراتوما الاماتيور تطلع ماتيور تيشو ولا اماتيور تيشو؟ يعني تطلع ابيثيليوم بجد ولا حاجه شبه الابيثيليوم؟ تطلع كونيك تيشو بجد ولا حاجه شبه الكونيك تيشو؟ لو سالت هذا السؤال من الاسم كده هتقول ايه؟ هتقول تطلع اماتيور بس. بس لا مش بس. تطلع ماتيور اند اماتيور. ما هو ماتيور عشان تعرف انها تيراتوما، واما تيور عشان تعرف انها مالجنت، لازم الاثنين يطلعوا. يبقى اما تيور الحاجات دي في الام سي كيو بيلعبوها بالهبل دي. اما تيور فيها ماتيور زائد اما تيور ستراكشر. فيها الاثنين. يجي لك في الام سي كيو اما تيور تيراتوما كونتين ماتيور ستراكشر. اون اما تيور اون ميكس ماتيور اند اما تيور نون اوف ذا ابوف. تختار ايه؟ ماتيور اند اما تيور. خلاص؟ وهذا الاما تيور تيشو هو المالجنت كومبوننت بتاعها. ده هو الجزء السرطاني بتاعها. اللي هو بيقلد ايبيثيليوم ده يبقى سرطان، بيقلد ميزنكايم ده يبقى سرطان، انما ايبيثيليوم بجد لا مش سرطان، جلد بجد لا مش سرطان، وهكذا. فهمنا القصه؟ اكثر السيستك تيراتومز بتحصل على الاوفري ولا السيستك؟ يعني معظم التيراتومز عند الفيميل بناين ولا مالجنان؟ انما للاسف معظم التيراتومز عند الميل بتبقى مالجنان. يبقى الاماتيور تيراتوما موست كومن اللي بتحصل على السيستك. ده الموست كومن تايب. هو احنا بنتكلم في موضوع اسمه ايه؟ تيراتوما. يعني ايه تيراتوما؟ يعني ايه تيراتوما؟ كومبوزايت تيوما فورمد اوف اكتو اندوميز. زي طبيعي ولا فورد؟ فورد ما فيش فورش. الاوريجن بتاعها جاي منين؟ جايه من توتي توتال سيل او جيرك. ولذلك اشهر اماكن ليها باور ريزكس ممكن تيجي في الميد لايف كراكشن. بسبب التوتي توتال سيلز اللي كانت موجوده امبريولوجيك. لما نيجي الانواع، في نوع واحد ولا نوعين؟ ثلاثة. النوع البناين اسمه ماتيور، والمالجنز اسمه اماتيور، والنوع اللي بيعمل نسيج واحد اسمه مونوديرم. الماتيور بتبقى سيستك ولا سوليد؟ الاثنين. والسيستك اشهر حاجة اسمها ديرمويد اللي تطلع على الاوف، والاماتيور اكتر مكان ليها سيستك. اماتيور فيها ماتيور ولا اماتيور تيشو؟ الاثنين. بناين ولا مالجنز؟ مالجنز. ولذلك دي تطلع على الكود اللي تطلع لو اتسالت كيراتومز وبتسست موست كومن لايه؟ بناين ولا مالجنز؟ مالج، عشان هي بتبقى دايما اماتيور. نيجي للمونوديرمال تيراتوما شاذة عن القاعدة. يعني ايه مونوديرمال تيراتوما؟ مونوديرمال تيراتوما يا دكاترة يعني خلايا دوتي بوتنت او جيرم سيل. تقدر تدفرنشيت لكام نوع من الانسجة؟ تقدر تدفرنشيت لكام نوع اصلا دوتي بوتنت؟ كل الانواع. قررت تتخصص في نوع واحد. طب عاملة لك نوع واحد من الانسجة. وده يلخبطك كلينيكالي في الانفستيجيشن بتاعت العيان ده. اشهر مثال على ذلك بيطلع على الاوفر يا دكاتره ورم اسمه شتروما اوفرياي. اسمه ايه؟ شتروما اوفرياي. شلون كتب بالاس؟ شتروما اوفرياي مش ستروما. شتروما اوفرياي. يعني ايه كلمه شتروما؟ يعني ايه كلمه شتروما؟ حد عارف؟ شتروما دي شتروما ده؟ ما سمعتوش شتروما دي قبل كده؟ شتروما ده اسم نهر في بلغاريا. مين؟ نهر مش معناها يعني نهر بلغاريا في الاوفر. لا. شتروما دي كنايه عن حاجه. كنايه عن ايه؟ عالم انجليزي سافر الى هذا النهر في بلغاريا ووجد ان الناس اللي عايشين حوالين هذا النهر كلهم قزعه قصيرين، فعشان يبانوا طوال فبيلبسوا طراطير وقزعه وقصيرين لان هم كريتن، عارفين العيال الكريتن وهبل ولسانهم مدلدل وعندهم شويه منتر ريتارديشن ومتزرقين شويه، اللي هم سماهم بعد كده الاشتروما او السنافر. فين السنافر؟ ما هو الشتروما يعني سنفور، اما هو جه منها الروايه بتاعت السنافر دي جت من كده. الناس اللي حوالين النهر ده ما عندهمش ايودين، ما فيش يود في المنطقه دي،
لا في الاكل بتاع الانهار ولا في الهواء والهواء ولا في الميه بتاعت النهر. ولذلك الناس اللي كانوا حوالين النهر ده كانوا كلهم امهاتهم بيولدوهم كريتين، كريتينيزم قصيرين وعندهم هايبوثايرويديزم. فاكتشفوا جميع يعني كلمه ستروما معناها ايه؟ تنفور في الاوفري؟ لا، ستروما دي كنايه عن الثايرويد تيشو. لو سمعت كلمه ستروما معناها ريليتد تو ثايرويد. كلمه ستروما اوفريا يعني ايه؟ يعني ثايرويد تيشو في الاوفري. يعني ايه ثايرويد تيشو في الاوفري؟ ايه يعني لما يبقى في ثايرويد تيشو في الاوفري؟ ايه القصه يعني؟ ايه المشكله يعني؟ الفيميل دي هتيجي باعراض هايبر ثايرويدز. انا قلت ثايروتوكسيس، لا ثايروتوكسيس ثاني، حاجه اسمها هايبر ثايرويدز. طيب يقوموا يعملوا لها ثايرويد سكان، يقولوا ايه؟ على مين؟ على الثايرويد. يلاقوا الثايرويد ايه؟ كومبليتلي نورمال وخطا خلاص باي ميستيك، وهي جايه بتقوم من على الجنجر كاونت اللي هو الجهاز اللي بيعمل السكان ده. يقوم يبدا الجهاز لو عدى على الاوفري يعمل يبدا يصفر. لا ده في حاجه غريبه. يجوا يصوروا الاوفري يلاقوا فيه ابنورمال ثايرويد تيشو. فين؟ في الاوفري. يعني المونوديرما الخرسومة عملت تيشو واحد ولا اكتر من واحد؟ واحد. اشهر مثال ستروما اوفرياي يعني نورمال ثايرويد تيشو ان ذا اوفري، يعمل اعراض غريبه، تعمل ميس ليدنج مع الثايرويد واعراض الثايرويد. خلاص ده بالنسبه لاول مثال. وده بناين ولا مالجنانت؟ ده بناين ولا مالجنانت؟ نورمال ثايرويد تيشو مفيش اي مشاكل، مش سرطان، كل مشكلته اعراضه بس. او النوع الثاني ممكن تعمل حاجه مالجنانت من نوع واحد. ولما تيجي تعمل مالجنانت اكتر حاجه بتقلدها مين؟ البلاسينتا على الاوفر، تقلد البلاسينتا. سرطان البلاسينتا كان اسمه ايه؟ كوريو ايه؟ كارسينوم ولا كارسينوم؟ كارسينوم. ممكن تعمل حاجه اسمها كوريو كارسينوم. عملت مع الاشتروما اوفريال سنان، عملت سنان، عملت شعر، عملت جلد ولا ثايرويد تيشو بس؟ ثايرويد بس. عملت مع سرطان البلاسينتا سكومات كارسينوما، ادينو كارسينوما؟ لا، عملت كوريو كارسينوما بس. عشان كده سموها ايه؟ مور، بيقولوا يعني ايه؟ تيشو واحد. differentiate to single type of tissue. المثال stroma ovarii which is benign thyroid and choriocarcinoma which is malignant polyonic بالله. نقول تاني يا دكاتره نراجع الموضوع بسرعه لان الكيراتوما موضوع في اي تي. كيراتوما باي ديفينيشن يعني ديفينيشن عباره عن كومبوزايت تيوم مكون من اكس واندوانيز. فورين ولا نورمال؟ فورين على التيشو اللي طالع منه. الاوريجن عرفنا يا اما يطلع من توتي بوتن سيل او يطلع من جيرمس. وعشان جيرمس سيل يبقى اخطر مكان ايه؟ اوفري وتست. وتوتي بودر سيلز موجوده سنترال ولا فيدال؟ سنترال في الميد لاين. انواع التيراتوما نوع ولا نوعين؟ ثلاث. البناين اسمها ماتيور نضج، والمالجنت اسمها ايماتيور، واللي تعمل نتيجه واحد اسمها مونودير. الماتيور كلها سيستك ولا سيستك اند سوليد؟ سيستك اند سوليد. السيستك اكتر حاجه تطلع فين؟ اوفر، واسمها ايه؟ ديرمويد سيست. الاماتيور المالجنت اكتر مكان بتطلع فيه مين؟ تيست. وفيها اماتيور تيشو بس؟ لا، ده اماتيور اند ماتيور. المونوديرمال فيها مثالين، لو عملت نورمال ثايرويد يبقى اسمها ستروما اوفريال، ولو عملت مالجنت باللايك كوريونيك يبقى اسمها ايه؟ كوريو كارسينوم. هو ده موضوع التيراكوم. كده خلصنا جميع انواع الاورام. نهايه هذا الشابتر يا دكاتره قصه البدايه والنهايه اللي انا اجلتها لنهايه الشابتر. قصه البدايه والنهايه في النيوكليتيا ونختم بها هذا الشابتر الطويل. البدايه اتيولوجي اوف تيومر، الورم بدا ازاي؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه. نتكلم على البدايه والنهايه ونختم بها الشابتر. اتيولوجي بدايه اتيولوجي اوف تيومر، الورم كيف بدا؟ والنهايه كوزز اوف ديث، العيان مات من ايه؟ ونختم هذا الشابتر بالاثنين دول. نبدا بالبدايه الاول، ما هو الايديولوجي اوف تيومر؟ ركز بقى عشان في كلام كتير. بص يا شباب، قبل ما نخش في تفاصيل وفي علم وفلكيشن، نتكلم ببساطه شديده جدا. في حد في الدنيا يعرف ايه سبب الورم؟ في حد في الدنيا يعرف ايه هو سبب الاورام؟ في اي نوع من الاورام له سبب محدد وواضح؟ في ولا مفيش؟ تعرفوا اي سبب بيعمل كسر؟ اي حاجه بتعمل سرطان تعرفه؟ حد يعرف؟ اللي عارف اي سبب يرفع ايه؟
اللي يعرف اي سبب للورم ويثبت هذا السبب في اي سرطان مشهور without discussion هياخد جايزة نوبل. العلم قعد اكتر من 150 سنة، طلع 256 نظرية بتفسر الاورام حصلت ازاي، لدرجة ان في كتب اتألفت، اتألف كتاب من 2000 صفحة اسمه تيومرز اميونولوجيكال ديزيز، واتألف كتاب من اكتر من 1000 صفحة اسمه تيومر از فايرال ديزيز، واتألف كتب كتيرة جدا بتقول ان كل ده كلام فاضي، ده تيومر از مالتي ستيب مالتي فاكتوريال ديزيز. لحد النهارده دكاترة ما نعرفش الورم بيحصل ازاي، كل معلوماتنا عن الاورام ان ليها بريديسبوزنج فاكتورز. ليها ايه؟ بريديسبوزنج، عوامل مساعدة. تقول لي طب ما عوامل مساعدة يبقى هو ده سبب الورم. لا مش سبب. لو قلت لك ان في حاجة بريديسبوزنج فاكتور ومادة كارسينوجينيك موجودة في السجاير هتعمل لانج كانسر، تعمل ايه؟ لانج كانسر. ده سبب سرطان؟ ده سبب؟ ما عايزين نفهم باثولوجي، نفهم مصطلحات. ده ايتيولوجي وبرونكوجينيك كارسينوما؟ لا مش ايتيولوجي. ليه مش ايتيولوجي؟ اي حد هيحط سجاره في بقه هيجيله سرطان في الرئه؟ لا، في ناس بيجي لها وناس ايه؟ ما بيجيلهاش. كل العيانين اللي عندهم بلهارديز في البلادر بيحصل لهم سرطان في البلادر؟ طب ولو جات البلهارديز في الريكتم تعمل سرطان في الريكتم؟ تعمل في البلادر مش في الريكتم، ومش في كل العيانين. يبقى ده ايتيولوجي ولا بريسبوزنج فاكتور؟ There is no etiology of malignant tumor or benign tumor. ما نعرفش ايتيولوجي. اللي هيكتشف ايتيولوجي يا دكاتره وعد مني هياخد جايزه نوبل without discussion، ما فيهاش مجادله، ما فيهاش نقاش. لدرجه ان في عالم جه في، طبعا على فكره الكلام مش انا اللي بقوله، ده هي المنظمه الاورجنايزيشن بتاعت نوبل هي اللي اعلنت الكلام ده. قالت اللي هيكتشف، بص يا شباب اهو عارفين جايزه نوبل كام؟ كام فلوس؟ كام قد ايه؟ 10 مليون دولار. 10 مليون دولار. يلا يا دكاتره لا زالت الفرصه سانحه. اي سرطان مشهور اشبك فيه كده واعرف لنا سببه ايه، هتاخد نوبل مباشره. سيب الطب خالص وعيش بقى في السويد، خلاص؟ تاجر اشرب الطب ونبتدي. الايديولوجي يا دكاتره بدايه unknown. ايديولوجي unknown. ادي اول جمله، خلاص؟ تيومر، ركز معايا، تيومر از مالتي فاكتوريال. مالتي فاكتوريال يعني ايه؟ مالتي فاكتوريال يعني بسبب واحد ولا بعده اسباب متداخله، بس مش اسباب، ده عوامل مساعده، خلاص؟ يعني عمر السرطان ده في سبب فاكتور مباشر عمل السرطان ده. عشان نفهم القصه كويس هنتكلم على موست وايدلي اكسبتد ثيوري، النظرية الأكثر قبولا في العالم من ال 256 نظرية. أنت عليك من ال 256 كام؟ واحدة بس. نظرية واحدة بس منهم. وهي النظرية الأكثر تصديقا على مستوى العالم. نظرية يا دكاترة اسمها مالتي ستيب. يعني إيه مالتي ستيب؟ يعني مالتي ستيب؟ يعني هوب اديت كارسينوجين، عمل سرطان؟ لا، ده الموضوع طويل قوي. طول بالك عليا، ده بياخد خطوات. كارسينوجينيسيس يعني ميكانيزم اوف كانسر. يبقى نظريه اسمها مالتي ستيب كارسينوجينيسيس. النظريه دي بتستيت ان ايه بقى؟ ركز معايا في تفاصيل النظريه، عشان النظريه دي هتتفرع منها حاجات كتير قوي. النظريه دي يا دكاتره بتقول ايه؟ بتقول ان في خليه في يوم من الايام، مفيش حاجه، ركز بس معايا، انا هكتب الكلام ده كله. في خليه في يوم من الايام كانت خليه نورمال. وكلمة نورمال يعني نورمال هيستولوجيكالي ولا نورمال جينيتيكالي؟ نورمال ايه؟ الاثنين. هذه الخلية النورمال تعرضت في يوم ما إلى كارسينوجين. إلى ايه؟ كارسينوجين. كلمة كارسينوجين يعني مادة قادرة على إحداث سرطان؟ قادرة على إحداث سرطان؟ لا. مادة قادرة على إحداث الريفرسبل دي ان ايه دامج. يعني ميوتيشن. يعني لخبطة في الشفرة. هو الميوتيشن ده هيعمل مشاكل. كلمة كارسينوجين مادة قادرة على إحداث سرطان ولا مادة قادرة على إحداث الريفرسبل دامج؟ الريفرسبل دامج في الدي إن إيه. جه الكارسينوجين دمر جزء من الدي إن إيه بتاعنا أو عمل ميوتيشن فيه. هذا الميوتيشن نتج عنه أن الخلايا اللي هي نورمال تحولت لنوع تاني من الخلايا اسمه ليتنت. ليتنت يعني فيه أعراض ولا مفيش؟ يعني الخلية دي مورفولوجيكالي نورمال، شكلها حلو. بس جينيتيكالي انستيبل، ولا يمكن تكتشفها الا بالجينيتيك اسي. يبقى اذا دي اول خطوه، تعرضت خليه طبيعيه الى كارسينوجين
وكارسينجين يعني ماده تقدر تعمل جينيتك ميوتيشن او ريفرسال دي ان اي دامج فتحولت الى ليتنت سيلز. الليتنت سيلز ده سرطان ده ولا اي حاجه، خليه قدامك نورمال وزي الفل ونيوكليس صغيره وخلايا جميله جدا، بس الجينيتك اللي من جوه فيها غلط. طب وبعدين الخطوه الثانيه، تعرضت هذه الخليه الليتنت الى كارسينوجين ثاني مره، شرط يبقى نفس الكارسينوجين؟ لازم يبقى نفس الكارسينوجين الاولاني؟ لا، ممكن اي كارسينوجين ثاني. والمقلب اللي اسقط نظريه الكارسينوجينز اصلا، قال لك مش شرط كارسينوجين او كو كارسينوجين. يعني ايه كو كارسينوجين؟ يعني عامل مساعد. لا خش خش يا محمود، ليه يا محمود؟ خش يا محمود بسرعه يا محمود، يلا يلا ينفع اقول الكلام الفاضي ده؟ معاك 7:30 جاي 8:30 تعمل ايه يا محمود؟ شنبوره فين؟ شنبوره ايه؟ يلا اول خطوه ده كانت الليتال سيلز تحولت الى ايه؟ النورمال سيلز تحولت الى ايه؟ الى ليت عن طريق ايه؟ كارسينج. عمل ايه في الدي ان ايه؟ الريفرسبل دي ان ايه دامج. هذه الليتال سيلز تعرضت الى نفس او انذر كارسينوجين، ومش شرط كارسينوجين، ده لقوا انه كمان ممكن كو كارسينج. يعني ايه كو كارسينجين؟ يعني عامل لا يمكن تغييره. يعني ايتش سن كبير، سكس ميل او فيميل، ريس ناس معينه عندها جينيتكس مختلف، حاجات ما تعرفش تغيرها. تعرف تغير ايتش؟ تعرف تغير سكس؟ تعرف تغير ريس؟ ده اسمه كو كارسينج. دايت، طريقه اكل معينه. انت عارف لو الكارسينجين هو هو اللي عمل خطوه واحد، هو اللي عمل خطوه اثنين، هو اللي عمل خطوه ثلاثه، كان يبقى الايتيولوجي في تيومر از نون كارسينج. بس هل هو نفسه؟ لا مش شرط، ممكن انذر كارسينوجين او عامل كو كارسينوجين لا تستطيع تغييره، يقوم عامل انذر سكسسفول دي ان اي ميوتيشن في خليه اسمها ايه؟ ليتا. يعني نورمال ولا اب نورمال؟ نورمال ايه؟ هيستولوجيك، انما جينيتيكالي ان ستيبل، فيحصل انذر سكسسفول ميوتيشن في الدي ان اي وتش برضه الريفرسال، فتتحول هذه الليتا سيل الى بري كانسرس ليجن. الى ايه؟ وهي دي بدايه السرطان. بري كانسرس ليجن يعني سرطان، يعني مالجنانت ولا ليجن ممكن، حط مليون خط يقلب ممكن يقلب، فيتحول الى بري كانسرس ليجن. هذا البري كانسرس ليجن مورفولوجيكالي، مورفولوجيكالي بعينينا نورمال؟ لا. وجينيتيكالي؟ لا. يبقى اذا هو هيبدا التحول من الليتنت اللي شكلها حلو الى حاجه شكلها وحش بس مش سرطان. عارفين يعني زي ايه بري كانسرس ليجن؟ زي ايه مثلا؟ خدت قلت لك دي ها؟ سكويموس ميتابليت. هو سكويموس ميتابليت ابيثيليوم طبيعي ترانزيشنال، يعني شكل الظهر اتغير والجينات اتغيرت، بتحول الى بري كانسرس ليجن، بري كارسينجن او كو كارسينجن. ثم تاتي المرحله الاخيره ان يقدر يجي كارسينجن ثاني او ثالث او هو نفسه، وكو كارسينجن ثاني او غيره او هو نفسه، ويعمل اب نورمال جينيتك ميوتيشن لهذه البري كانسرس ليجن فتتحول الى انفيزيف كانسر. عشان كده سموا هذه الخطوات المالتي فاكتوريال، مالتي ستيب كارسينوجين. مالتي ستيب لانها ايه؟ اكتر من خطوه. ما تقولوا لي الكلام تاني. بدانا بخليه ايه يا دكاتره؟ نورمال تعرضت الى ايه؟ كارسينوجين في الاول. كارسينوجين يعني يقدر يعمل، يقدر يعمل الريفرسبل دي ان ايه دامج. تحولت الخليه النورمال الى خليه ليه؟ مورفولوجيكالي نورمال، جينيتيكالي ان ستيبل. تتعرضت الخليه الليتنت اللي هي مش باينه الى كارسينج او كو كارسينج. عمل انذر سكسسفول دي ان اي دامج، فتحولت الليتنت الى بري كانسرس ليج اللي هو مورفولوجيكالي اب نورمال وجينيتيكالي ان ستيبل. تعرض البري كانسرس ليج تو انذر كارسينج او كو كارسينج، فتحول الى ايه؟ انفيزيف كارسينوجين. ده قصه المالتي ستيب كارسينوجينيسيس، وهي اكثر نظريه مقبوله من ال 256 نظريه. ما نقدرش نحلف على النظريه دي يا دكاتره، ليها بعض الاثباتات وفيها ما يشوبها حاجات بتمشي النظريه، انما الحد نقطه دي اكثر حاجه مثبته. بدانا بخليه يا دكاتره نورمال، وكلمه نورمال يعني نورمال جينيتيكالي نورمال مورفولوجيك. الخليه دي اتعرضت الى ايه؟ اتعرضت الى كارسينوجين ولا كو؟ اللي بيشتغل في الاول مين؟ كارسينوجين. يعني ايه كارسينوجين؟ يعني عامل قدر يعمل ايه على الفهم ده؟ الريفرسبل دي ان اي دامج، حصل الريفرسبل دي ان اي دامج، يعني ميوتيشن، يعني طفر.
لما حصل الريفرسبل دي ان ايه دامج، تحولت النورمال سيل الى خليه شكلها حلو بس جينيتيكال ان ستيبل، اسمها ايه؟ ليتنت، يعني مورفولوجيكالي نورمال ولكن جينيتيكالي ان ستيبل. الليتنت دي مش اعراض سرطان خالص ولا باين عليها اي تغيرات ولا تقدر تكتشفها الا بالجينات. عشان كده بره دلوقتي النهارده بدا يتقدم حاجه اسمها الموليكولار باثولوجي، ومو كل المؤتمرات الجديده اللي بتتعمل دلوقتي ثلاث ارباعها بيتكلم على موليكولار باثولوجي. يعني ايه موليكولار باثولوجي؟ يعني ناخد عينات سليمه من انسان سليم مش من في اي مرض، وتعمل سكريننج للدي ان اي بتاعه، تلاقي ميوتيشن هنا وهنا وهنا وهناك، تقول اه ده الانسان ده بعد 10 سنين ممكن يتعرض الى كارسينوما في البريست، ده الانسان ده بعد 5 سنين ممكن يتعرض الى كارسينوما في الكولون. النهارده بيعملوا حاجه غريبه جدا، تجيب ظرف بلاستيك وتحط فيه تف، تحط فيه ايه؟ تف فيه تف واقفله، وحطه في ظرف ثاني ورق وعنوان معين على الانترنت، اكتب العنوان ده وابعت الظرف ده وحط فيه شيك بمبلغ معين. احد الشركات الامريكيه تقوم واخده لك التفه دي، تطلع منها شويه لينفوسايت، تاخد الدي ان اي بتاعه، تعمل له سكريننج، يبعت لك ظرف ثاني مقفول، فيه ايه؟ ما فيهوش تف، فيه ريبر. الريبر ده بيقول لك بعد 10 او 20 سنه لا قدر الله ممكن يجي لك كانسر بروستات، ممكن يجي لك كانسر كولون اند سو اون. الكلام ده بدا ينتشر دلوقتي بسبب قصه المالتي ستيم كارسينوجين. طيب هذه الليتن سيلز، القصه خلصت عند الليتن سيلز يا دكاتره؟ امال ايه اللي هيحصل تاني؟ انا اقدر سكسسفول ميوتيشن، يبقى اذا هنتعرض تاني لايه بقى؟ هنا كارسينوجين ولا كو كارسينوجين؟ الاثنين او واحد منهم. يبقى هنا تعرض الى كارسينوجين او كو كارسينوجين، خلاص. وتبدا يحصل تاني الريفرسبل دي ان ايه ده مش كرر نفس الكلام، بس في المره دي هتتحول الليتنت يا دكاتره الى خليه ايه؟ بري كانسر. واسمحوا لي ارسم البري كانسر مثلا كده او كده، اي حاجه لخبط الرسم، لانها مورفولوجيكالي اب نورمال، فيها تغير في الشكل، وجينيتيكالي اون ستيبل. يبقى الخطوه اللي بعد كده يحصل حاجه اسمها بريكانسرس ليجن. خلصت القصه عند البريكانسرس ليجن؟ لا مش هنخلص، يبقى لسه في خطوه كمان. خطوه مين اللي بيشتغل في الخطوه الاخرانيه؟ كارسينوجين بس او كو كارسينوجين؟ كارس او كو يشتغل ويعمل نفس دي ان اي ميوتيشن، عنده ميوتيشن تاني. في المرحلة الأخيرة يتحول البريكانسرس ليجن إلى انفيديف أو انفيدنج أو انفيدريتيف كانسر. أربع خطوات، ثلاث خطوات يا دكاترة. ثلاث خطوات بأربع أشكال خلايا. طيب بص بقى معايا. عشان الديفينيشن بقى. أنا مش همليك ديفينيشن. أنا هكتب لك على رأس كل سهم مرحلة اسمها إيه؟ أول مرحلة البدائية. يسموها انيشيشن ولا بروموشن؟ يسموها إيه يعني؟ انيشيشن. أول مرحلة اسمها انيشيشن. انيشيشن بدايات القشرة التي قطم الظهر البعيد. بالبداية كانت كده. كارسينوجين ضرب ومحدش فينا يقدر يعرف في كام خلية في جسمه ليتن. تقدروا تعرفوا؟ محدش يقدر يعرف. تعرضنا إلى الملايين الكارسينوجين طول عمرنا. خلاص؟ ما نعرفش. وما تقدرش تعرف هل الليتن دي هتتحول ولا مش هتتحول؟ لأن عشان تتحول محتاجة إيه؟ محتاجة إيه؟ تو ستيب هيحصلوا؟ لا أعرف. مش هيحصلوا؟ ما نعرفش. خلاص انما في اسبكت جينيتيك تنسي اه ممكن يبقى فيه. اول خطوه انيشيشن. ثاني خطوه يا دكاتره بيسموها بروموشن. بيسموها ايه؟ بروموشن، بروموت تو كانسر. بروموت تو كانسر. ما قبل النهايه. انيشيشن وبروموشن. اخر خطوه الاستمرار في المشاكل والاستمرار في الميوتيشن فيسموها بروجريشن. بيسموها ايه؟ بروجريشن. يبقى المالتي ستيب كارسينوجينيسيس ثيوري بتنص ستيت ذات كام ستيب اوف كارسينوجينيسيس. ثلاثة ستيب. أول خطوة اسمها انيشيش اللي بتدينا من النورمال حاجة اسمها ليت. ثاني خطوة اسمها بروموش اللي بتحول الليترز إلى بريكانس. آخر خطوة اسمها بروجريش اللي بتحول البريكانسرز إلى انفيدف ماليجنف مالجنانس أو انفلتريشن. مش هماليك ديفينيشن، ألف من الأسهم اللي عندك الديفينيشن. انيشيشن يعني ايه؟ يعني تحولي دي لدي بسبب ده عشان عمل ده. في اي مشاكل؟ بروموشن يعني ايه؟ تحولي دي لدي بسبب ده عشان عمل ده. الديفينيشن عندك واضح هنا. يبقى اهم ما في الموضوع. ايه اهم ما في الموضوع؟ انت كده فهمت فعلا السرطان اتعمل ازاي؟ انا اقسم بالله لو حد شرح لي الكلام ده بطريقه اللي انا شرحتها لكم دي ولا افهم اي حاجه خالص. فهمتوا حاجه؟ فهمتوا حاجه؟ كارسينوجين
شايفها ازاي؟ ريكانسس ريجن. فهمتوا الكلام؟ انتوا فاهمين؟ صعبه. الكلام ده لا يمكن يتفهم الا لما تقول لي الاول يعني ايه الريفرسابل دي، ان ايه ده؟ وانتوا عارف يعني ايه الريفرسابل دي ان ده ايه يعني ايه الريفرسابل دي دامج؟ وليه الريفرسابل دي ان ايه دامج غير الخليه شكليا عمليا يعني؟ وايه علاقه الدي ان ايه بالسرطان؟ ما هو فيها تفاصيل. عشان نفهم يا دكاتره هذا السكيم لازم نتكلم على ثلاث حاجات. ترجم لي الاول نقطه اتكررت ثلاث مرات، يعني ايه الريفرسابل دي ان ايه ده؟ الريفرس يعني ايه؟ معناها ايه؟ ايه هو ده يعني؟ ادي واحد. اثنين اللي اتكرر ثلاث مرات كمان مين؟ يعني ايه كارسينوجين؟ ايه كارسينوجين ده يعني؟ عباره عن ايه؟ اكل ولا شرب ولا سجاير ولا ايه بالظبط؟ هو محصور في الحاجات دي بس ولا في حاجات ثانيه؟ هو لازم يبقى فاهم يعني ايه كارسينوجين. واخر خطوه ما قبل الاخيره يعني ايه دي؟ عشان اعرف، ما دي هنشوفها بعينها بقى ولا مش هنشوفها؟ هنشوف عشان اعرفها من بدري واشيلها. ايه بقى هو البريكانسرس ليه؟ عشان يتفهم هذا الميكانيزم يا دكاتره لازم ثلاث نقط تستوفيها في الميكانيزم ده. قول لي يعني ايه ريفرسبل دي ان ايه دامج؟ قول لي يعني ايه كارسينوجين؟ قول لي يعني ايه بريكانسرس ليجن عشان اقبل هذه النظريه وتبقى الموست وايدلي اكسبتد فعلا. لما واحد يطلع بنظريه زي دي في اي مؤتمر يقول ايه العبط اللي انت بتقوله ده؟ عمال يقول في مصطلحات كارسينوجين ماده قادره على احداث ميوتيشن دي ان ايه يعني ايه الكلام ده؟ فسر الكلام نقبل النظريه. وتفكير الكلام ده بقى عليكم، فارجوكم ركزوا معايا بعد السكيما دي تفاصيل. التفاصيل دي هنتكلم على ثلاث حاجات. يعني ايه الريفرسبل دي ان ايه دامج؟ يعني ايه كارسينوجين؟ يعني ايه بريكانسرس ليجن؟ هناخدهم واحده واحده ونتكلم على الثلاثه بالتفاصيل. زمان كان بيجي في عهد الدكتوره ساميه رئيس قسم قديمه. كان بيجي اسئله لونج. وكان سؤال مشهور جدا يقول لك ديسكاس مالتي ستيب كارسينوجينيس. فكان السؤال ده ما ينفعش تكتب فيه السكيما بس، ده كان لازم تشرح فيه كل محتويات السكيما. دلوقتي ما عادش فيه اسئله لونج. في عهد الدكتوره هاله هذه الفتاه الرقيقه والام الحنون ما عادش فيه اسئله لونج بالطريقه دي. فالاسئله كلها هتيجي شورت. يعني ايه؟ يعني ممكن يمسك لك حته يقول لك ايه الريفرسبل دامج اللي بيحصل في يوم؟ عد لي ايه هم الكارسينج؟ عد لي ايه هو البريكانسرس ليجن؟ اتكلم على الجنرال ستيب خطوات بس. هتاخد قطعه من الاربع قطع دول. خلاص؟ ان انا زمان كان سؤال لونج مشهور قوي. ايه الريفرسبل دي ان ايه دامج يا دكاتره؟ عشان نفهم الريفرسبل دي ان ايه دامج لازم تفهم نقطه مهمه جدا. ان في جسمك ربنا سبحانه وتعالى ادواها بك بمجموعه من الجينز بتحميك من السرطان. انتوا عارفين يا دكاتره معلومه كده ان كل اللي قاعدين قدامنا دول بما فيهم انا عندنا اتليست 120 الف خليه في جسمك كل يوم بتقلب مالجنا. تعرف المعلومه دي؟ 120 الف خليه يوميا عندك بتقلب مالجنا. واللي بيقاوم هذا المالجنا في حاجتين، حاجتين بس. جينيتكس في جسمك جوه خلاياك بترجع المجنون سليم، واميون سيستم بره خلاياك بيرجع اللي بيموت اللي اتجنن فعلا. يعني لو ما عرفتش ترجع عقل المجنون هتقتله عن طريق اميون سيستم. جسمك فيها زي الحمايه. فاذا النظامين او احدهما ديستربد هيحصل السرطان. احنا النهارده بنتكلم على الجينيتك ولا اميون؟ على الجينيتك. ايه الجينيتكس اللي بتحمينا من السرطان؟ اولا ابدا الاول ايه هي الجينز اللي بتعمل سرطان؟ في مصطلح طلع اسمه اونكوجين، كلكم سمعتوا عنه. اولا اونكوجين ده، الجين ده معناه ايه؟ باي ديفينيشن كده اونكو يعني اونكو تيومر، جين جين، يبقى هو الجين اللي يقدر يعمل تيومر، يبقى اونكوجين هو الجين ريسبونسبل فور تيومر جروث اند مالتيبليكيشن. اونكوجين هو الجين، اونكوجينز لانها كتير، genes responsible for tumor growth and multiplication. طب سؤال، هو الاونكوجين ده يا دكاتره اصلا موجود في جسمك ولا جالك من بره؟ يعني الاونكوجين ده اصلا موجود في جسمنا ولا جالنا من بره؟ الشفره دي يعني ايه جين؟ شفره في الدي ان ايه؟ شفره احداث الورم اصلا موجوده في جسمك؟ يعني ربنا خلقك بشفرات واورام؟ الكلام ده موجود؟ لا مش موجود. انما عندك شفرات اسمها بروتو اونكوجين. اسمها ايه؟ بروتو اونكوجين. يعني ايه هم سموها ايه بروتو اونكوجين؟
لان دي الشفرات اللي لو اتغيرت تعمل اونكوجين. سؤال، هو المفروض ان انت الخلايا بتاعتك الجروث بتاعها ليميتد ولا ان ليميتد؟ ليميتد، عشان خلاياك تنمو لازم يشتغل حاجه اسمها بروتو اونكوجين، شفرات خاصه بالنمو. بس لو حصل طفرات في شفرات النمو وبعد الشفره دي الاوامر مستمره لا تتوقف، ساعتها مش هيبقى اسمها بروتو اونكوجين، ساعتها اسمها ايه؟ يبقى البروتو الاونكوجين جاي منين؟ من بروتو اونكوجين فورمت فروم او بروديوس فروم بروتو اونكوجين، تحول الاونكوجين البروتو اونكوجين الى اونكوجين. ازاي تحول البروتو اونكوجين الى اونكوجين؟ يعني حاجات جينيتكس قوي بس مش يعني مش مطالب بيها قوي، بس لو عايز تعرف حاجه بيسموها بوينت ميوتيشن. بوينت ميوتيشن الكلام ده هشرحه لكم ان شاء الله في الجينيتكس. يعني ايه بوينت ميوتيشن؟ عندنا مثلا شفره اسمها تي جي اي مثلا، شفره او الجسم كله عباره عن شفرات امينو بيز نيتروجين بيز. بوينت ميوتيشن جينا في حته معينه احنا مغيرين، يعني جي مثلا دي اتشالت وبقى فيها تي. خلاص، مين اللي عمل الكلام ده؟ مين اللي غير الشفره دي؟ طب مين مش فاهمين؟ مين اللي غير الشفره دي؟ ايه اللي خلى البروتو اونكوجين اللي شفرته كويسه يتحول الى اونكوجين شفرته وحشه؟ كارسينوجين. خلاص؟ ما هو لا، احنا بنتكلم دلوقتي عن المواد اللي بتفرقش. دي بيسموها بوينت ميوتيشن. في حاجه ثانيه يسموها ترانسلوكيشن. يعني ايه ترانسلوكيشن؟ عارفين الكروموزوم؟ في لونج ارم ولا شورت ارم؟ الاثنين كروموزومين كسروا الارمز مع بعض. جيت لمحمد قلت له يا محمد خد دراعي واديني دراع. خلاص، فانا بعيد بدراع محمد ومحمد بقى بدراع، هيبقى شكلي مظبوط؟ لا مشوه. هو شكله مظبوط؟ لا مشوه. فينتج كروموزوم مشوه هجين. هذا الكروموزوم الهجين بقى فيه شفره غلط، الشفره الغلط دي ممكن تكون اونكوجين. دي يسموها بوينت ميوتيشن ولا ترانسلوكيشن؟ ترانسلوكيشن. يبقى ممكن ينتج عن طريق ترانسلوكيشن او بوينت ميوتيشن. او حاجه كمان، الشفره اللي اسمها سي جي اي قدر الفيروس او الانكوجين ايا او الكارسينوجين ايا كان انه يكررها. يعني بدل ما السي جي اي مره واحده، لا بقى السي جي اي سي جي اي. طب هو الامر ده زي ده؟ الامر ده مثلا هيصدر بروتين معين او امينو اسيد معين، والامر ده يصدر نفس الامينو اسيد. ركب الاثنين على بعض يطلع حاجه غريبه، ممكن يطلع هرمون ينشط خلايا، ممكن يطلع جروث فاكتور يكبر خلايا. فدي نسميها بوينت ميوتيشن، دي نسميها ترانسلوكيشن، دي نسميها ايه؟ امبليفيكيشن. نسميها ايه؟ امبليفيكيشن. يبقى انت بتحول البروتوجين الى اونكوجين، ياخد حاجه من ثلاث اشكال. يا اما يحصل حاجه اسمها بوينت ميوتيشن، يا اما يحصل تبادل يبقى اسمها ترانسلوكيشن، يا اما يحصل زياده في عدد الشفره يبقى اسمها امبليفيكيشن، وتحول البروتو اونكوجين الى اونكوجين. الاونكوجين زي دكاتره بتشتغل باربع ميكانيزمات. فور ميكانيزم فور اونش، 1 2 3 4. تفاصيل التفاصيل، يعني ايه جين يكبر خلايا؟ هو الجين بيكبر خلايا؟ الجين نفسه كجين كشفره بتكبر خلايا؟ يعني الشفره دي ده يعني ايه شفره؟ يعني نيتروجين بيز قاعده امينيه مركب كيماوي، مركب الكيماوي اللي لازم في النيوكليس ده يخلي الخلايا تكبر؟ لا مش هو اللي يخليها تكبر مباشره، ده في ميكانيزم. فلا تكبر ازاي؟ اللي ممكن ينتج عن هذه الشفره بروتين، ما هو عارفين ترانسكريبشن بتاع الار ان اي والكلام ده؟ فاكرين الكلام ده اللي خدتوه في ثانوي؟ فاكرينه؟ فاكرين الكلام ده؟ ولا خدتوه في اولى طب؟ مش فاكر، ولا في الكلام ده في جي 2 معرفش العلم خالص ليه. المهم ان الشفره دي بتدي اوامر انتاج انزيمز او هرمونز او بروتين، ما هو الجسم كده. ممكن ينتج من الامر ده انتاج جروث فاكتور. انتاج ايه؟ يعني ايه جروث فاكتور؟ يكبر ولا يصغر؟ يكبر، والورم عايز ايه؟ عايز يكبر. يبقى اول ميكانيزم ان ممكن ينتج جروث فاكتور، ادي اول ميكانيزم جروث فاكتور برودكشن، ادي واحد. يعني في بعض الانكوجينز هدفها تنتج جروث فاكتور. هناخد امثله. طيب اثنين، ده اساس الاساس بقى. زمان احنا على المستوى زمان خالص، اول واحد اخترع الباثولوجي عارفين اللي هو لابوفير، ده لابوفير كان عالم فرنسي، ده كان اقصى حاجه بيعملها جروس بيكشر. بيقعد 30 سنه عشان يفرق الجروس بيكشر ما بين بناين وماليجمنت. 30 سنه قعد يدرس الكلام ده، لان بسبب موت اعز واحده عليه كانت مراته ماتت بكانسر بريست، ما كانش عارف انه كانسر وفاكره بناين وشاله ورجع تاني.
زمان كان بيفرق جروس لدرجه ان هو وصل لمرحله بعض الكتب قالت كان بيدوقه بالطعم، كان يدوق حته من البنايل وحته من المالجنا، عايز يفرق باي طريقه. اتطور العلم، بقينا نشوف مايكروسكوبي، اتطور اكثر ما فيه الكترون مايكروسكوب، اتطور اكثر واكثر، وصلت للاصل فيه ايه؟ جينيتكس. يعني الكانسر ده جينيتك ديزيز ولا نوت جينيتك ديزيز؟ جينيتك ديزيز. فهنتكلم على الاساسيات من تحت خالص. يبقى بيطلع جروس فاكتور. طيب في اونكوجينز بتشتغل بطريقه اذكى من كده. هو الجروس فاكتور يا دكاتره اللي هيطلع من خليه ويشتغل عليها، هو طلع منها واشتغل عليها عايز يكبرها، هيشتغل مباشره ولا لازم يمسك في ريسبتور؟ لازم في ريسبتور. في اونكوجينز تقول لك وانا اتعب نفسي واطلع جروس فاكتور ليه؟ طب ما انا اعمل على الخليه ازود فيها الايه؟ الريسبتور، وكده كده الجروس فاكتورز دي اصلا موجوده فين؟ في الجسم، فبيزود الريسبتور. هيشتغل بنفس الميكانيزم تاني بس بنفس النتيجه. يبقى في حاجه اسمها جروس فاكتور زودت الجروس فاكتور او زودت الريسبتور بتاعه. الاذكى من الاثنين دول والاسرع من الاثنين دول هو المفروض لما يجي يمسك جروس فاكتور في الريسبتور. خليها تكبر ازاي؟ مين المسؤول عن انقسام الخليه؟ الريسبتور ولا النيوكليوس؟ نيوكليوس. يعني لازم الاوامر توصل لمين؟ للنيوكليوس. بتوصل للنيوكليوس ازاي؟ تاخد تاكسي ولا طياره؟ ولا عن طريق عمليه ترانسدكشن؟ يقول لك طب ما انا اطلع بروتين ترانسدكتور على طول. طب ده ادى الامر للنيوكليوس على طول، وانا لسه هقفل ودنك يا جو لسه هطلع جروس فاكتور او ريسبتور يدي امر. طب ما انا ادي الامر على طول، ففي فاكتور ودي اسرع اسمها ترانسدكتنج فاكتور او ترانسديوسنج فاكتور باي ترانسدكشن. ده الميكانيزم الثاني. طيب هو ترانسديوسنج فاكتور ده هو اللي عمل انقسام في النيوكليوس ولا وصل اوامر؟ وصل اوامر عشان النيوكليوس تعمل ايه؟ تنقص. يقول لك وانا اوصل اوامر ليه؟ طب ما انا اشتغل ابقى اعيش جوه النيوكليوس وكل شويه تخش كده اقول لها يلا ما تنقصش اعملي ميتوز. اسرع كل اسرع من كل الطرق، اذكى واحد في الاربعه، فيسموه نيوكليار فاكتور. بدا من الاساس نيوكليار فاكتور. تاني احنا بنتكلم يا دكاتره عشان ما تتوهوش، بنتكلم على موضوع بعنوان ايه؟ بعنوان ايه؟ بعنوان ايه؟ الريفرسبل دي ان ايه دامج. مين اللي عمل الدامج؟ كارسينوجين مع كو كارسينوجين. الدامج ده ممكن يكون عباره عن حاجه اسمها ايه؟ اونكوجين. جاي منين الاونكوجين؟ من جين عندنا اصلا في الجسم اسمه بروتو اونكوجين. هذا الاونكوجين يعمل ورم؟ يعمل ورم ازاي؟ بحاجه من اربعه، يا اما يطلع جروس فاكتور ريسبتور، يا اما يعمل ترانسلاكشن فاكتور، يا اما يبقى نيوكليار فاكتور. يعني الاونكوجين ده شفرات بروتينيه تعمل اي حاجه من الاربعه دول. هناخد امثله. اشهر مثال على ترانسلاكشن فاكتور تعرفوه اسما بس، جين اسمه راد. واشهر مثال على نيوكليار فاكتور جين اسمه ميك. MYC. تقول لي هو الكلام الخزعبلات دي اللي انت عملته النهارده من الصبح احنا هتفيدنا في حاجه؟ انا دكاتره والجيل بتاعي بنعالج الكانسر سيرجري وكيمو وريديو. الجيل بتاعكم انتم وافكركم بالكلام ده ان شاء الله اذا عشنا وخلينا عمر، هتعالجوا الكانسر جينيتكس. يعني ايه جينيتكس؟ يعني هتدي سبيسيفيك بروتينز او انتي بودي تموت جينز جوه الخليه اسمها راد. الجينز اللي اسمها راد دي مسؤول عن ايه؟ ترانزاكشن. 75% من الاورام مثلا بتطلع الراد ده. هتصبغ السرطان الاول بانتي بوديز خاصه بالراد. ادى لون يبقى فيه راد. طالما فيه راد هبلوك الراد. او مدي علاج للسرطان عن طريق جينيتك. يعني ايه عن طريق جينيتك؟ يعني ازرع جين؟ لا. تدي مواد معينه تهبط هذا الجين. تبدا من الاصل خالص. بدل ما تاخد حلول عنيفه اللي احنا بنعملها، هو انا السيرجيكال ثيرابي ده حاجه راديكال. كيمو هموته اللي حواليه، راديو هعمل له مضاعفات تموت العيان. انتوا هتعالجوا بحاجات فاين، ده انت هتدي حاجه تبوظ الراس، هتدي حاجه تموت الليك. خلاص هو ده فيوتشر اوف ثيرابي ان كانسر. هو ده الكلام الجينيتيك اللي النهارده كل المؤتمرات بتتكلم عليه. الكلام ده مهم مش هزار. في ابحاث كتيره بتعرف خالص، وفي ادويه بدات تتعمل بس بدايات بوادر، انما لسه ما زال الكلام اندر ريسيرش. يبقى اذا الراس والميك يا دكاتره هو نيوكليار فاكتور ده المثال. ده بالنسبه للانكوجين.
سؤال للناس اللي كانوا فاهمين ومش نايمين، عشان يحصل سرطان اونكوجين يزيد ولا يقل؟ عشان يحصل سرطان اونكوجين يزيد ولا يقل؟ يزيد، يبقى موجود ويزيد. يبقى اذا بنتكلم على الزياده في الاونكوجين، يعني الريفرسبل دي ان اي دامج، يعني يحصل اكسبريشن او اوفر ريجوليشن اوف اونكوجين. طيب ممكن يحصل السرطان بطريقه ثانيه او بالاثنين مع بعض، ان في جسمنا حمايه بالجينات، جينات معينه تتبع فصيله اسمها تيومر سبريسور جين. اسمها ايه؟ تيومر سبريسور جين. يعني ايه تيومر سبريسور جين؟ يعني لو حصل ورم في جينات معينه تطلع الشفره دي، لما يجي يحصل اونكوجين تيجي جينز معينه في الار ان اي ومركبه الصح، تبدل الغلط بالصح. ار ان اي تشيكر، حاجه عامله زي البوليس كده، يجي كل شويه يعمل فحص. عارفين لو في كمين كده العربيات، كل شويه على الطريق في كمين، هو ده الفكر. ار ان اي ده يعمل سكان كل شويه يلف على الدي ان اي بتاعك، ها في حد اتجنن ولا ما اتجننش؟ الحته دي مجنونه؟ لا اعدل، شيل الجي وحط السي، رجع نورمال. اسمها تيومر سبريسور جين. في مشكله في الاسم ده؟ تيومر سبريسور جين. عشان يحصل السرطان مفروض ان البوليس موجود ولا اختفى؟ عشان يحصل الفساد يبقى في امن ولا ما فيش؟ يعني يحصل انهبيشن اوف تيومر سبريسور جين. يبقى اذا النقطه الثانيه انهبيشن اوف تيومر سبريسور جين. ايه هي تيومر سبريسور جينز من اسمها؟ جينز ذات كان سبريس اونكوجين. جينز ذات كان سبريس اونكوجين اسمها ما تكتبش هي الديفينيشن. سؤال يا دكاتره الناس اللي فاهمين، مين اللي موت التيومر سبريسور جين؟ مين اللي موت؟ كارثيج، مش هي جينز؟ يعني يقدر يحصل لها ميوتيشن، غيرت شفره الجين اللي بيفحص. ما هو ده اذكى ذكاء في التيومر كده، اعمل جين يكون يكبر، والجين اللي بيفحص العب في الشفره بتاعته، لما العب في شفرته هيفحص مش هيفحص، يبقى حاجه اسمها تيومر سبريسور جين سبريشن. من اشهر امثله التيومر سبريسور جين في جسمنا، قبل ما التيومر سبريسور جين موجود في جسمنا ولا الكارسينوجين اللي عمله؟ اصلا موجود، انما الكارسينوجين عمل فيه ايه؟ قال لي عندنا يا دكاتره الحمد لله في جسمنا جين مهم قوي اسمه بي 53، سمعت عنه؟ بي 53 اهم تيومر سبريسور جين في جسمنا. لقوا ان معظم السرطانات هذا البوليس مختفي من عندهم، ما عندهمش البوليس ده، حاصل له سبريشن. وفي بوليس ثاني مهم قوي عند الفيميل، البوليس ده اسمه بركه، ده مش بوليس بس، ده بوليس وبركه كمان، بي ار سي اي. ليه سموه بركه؟ اختصار بريست كارسينوما انت بريست كارسينوما جين، بي ار بريست سي اي كارسينوما. لو اختفى البوليس بتاع البريست كارسينوما مين اللي هيتجنن؟ البريست، فيحصل للفيميل كانسر في البريست واحيانا كانسر في الاوبس. اعرف المثالين دول. عايز مثال كمان؟ يلا يا عم. ار بي جي اختصار ريتينوبلاستوما جين، ار بي ريتينوبلاستوم. بيفحص مين الريتينوبلاستوما جين ده؟ بيفحص فين في الجسم؟ بيفحص مين؟ اشهر مثال بيفحص الريتن. لو خلايا الريتنا الجين بتاعت الريتنا اتجننت يعدلها، ما عرفش يعدلها واختفى، يطلع ايه؟ حاجه اسمها ريتينو بلاستوما، فاكرينها؟ اللي كان نوع من انواع الايه؟ امبريالي. الامبريو كتير بيطلع في العيال الصغيره ويشيلوا العينين، ريتينو بلاستوما جين. ما هو عشان كده بيشيلوا العينين يا دكاتره، ما هو عشان كده بيشيلوا عينين. هو السرطان طلع في عين واحده، بيشيل الثانيه ليه؟ لان المشكله على مستوى جينيتكس، ما عندوش اصلا الار بي ده، خلاص. فاللي عمل ده في هنا هيعمل ده هنا، عشان كده دايما يبقى فايلر. لا ده موجود في الجسم كله، اوتوماتيك سيلز تحمل كل الجين. يعني الريتروبلاستوما جين ده موجود في الجين. احنا عندنا في حاجه اسمها اوتوماتيك سيلز وسيك سيلز، ترتيب على مستوى الجين. سيك سيلز ليها شفرات خاصه، اوتوماتيك سيلز كلها شفرات زي بعضها، بس الشفره دي مش شغاله فين؟ في بعض الاماكن، بس هي موجوده في كل حته. الريتروبلاستوما ميوتيشن؟ لا الريتروبلاستوما ميوتيشن هيحصل في اي حد، بس لو حصل عند واحد كبير. في بلاستيما سيلز اصلا تتطور؟ خلاص. يبقى اذا ده بالنسبه للانتجاشنال تيومر سبريسور جين. طيب فيها كمان يا دكاتره نوع من الجينات اسمه ابوبتوز جين. يلا ادي الثالثه ايه؟ ادي واحد اثنين ثلاثه. سؤال، الابوبتوز ضد السرطان ولا مع السرطان؟ الابوبتوز ضد السرطان ولا مع السرطان؟ اللي بيقول ضده يرفع ايده.
واللي بيقول معايا يرفع ايده، والباقي لا معاه ولا عليه، هنا معانا علينا عليه. ابو بطوس يعني خليها تعيش ولا تموت؟ وطالما تموت يبقى سرطان؟ لا، سرطان يعني بروليفريشن، يعني الابوبتوز مع مين؟ مع الجسم ضد السرطان. عشان يحصل سرطان نعمل ايه في الابوبتوز؟ انهبت الابوبتوز، انهب مركز، ما بقول لك من الاول اهو، الابوبتوز حلو ولا وحش؟ على مستوى السرطان حلو ولا وحش؟ حلو. يا رب كل السرطان يا رب يجيله امين، يجيله ابوبتوز، يا ريت هيموت كله. ده في ادويه تشتغل على الابوبتوز، لو حصل انهبيشن للابوبتوز السرطان ايه؟ يعيش. يبقى احنا عايزين نعمل في السرطان او احد الانهبيشنز اللي بتحصل انهبيشن في الابوبتوز. سؤال حته تكه بقى كده للي فاهم، تسمعوا عن الجين اللي اسمه بي سي ال 2؟ عارفينه حبيبكم ده؟ يلا، بي سي ال 2 في السرطان بيزيد ولا بيقل؟ بي سي ال 2 في السرطان بيزيد ولا بيقل؟ هشقلبكم دلوقتي، بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد، برافو عليك. لان البي سي ال 2 ابوبتوتيك ولا انتي ابوبتوتيك؟ الضمير ولا الشيطان؟ الضمير ولا الشيطان؟ بي سي ال 2 ابوبتوتيك ولا انتي ابوبتوتيك؟ انتي ابوبتوتيك. فعشان التيومر يعيش لازم اموت الانتي ابوبتوتيك. حد فاهم حاجه؟ نفي نفي ايه؟ طيب الباكس، عارفين الباكس؟ الباكس ده كان بيعمل ايه؟ ابوبتوتيك ولا انتي ابوبتوتيك؟ ابوبتوتيك. طب وطالما ابوبتوتيك حاجه حلوه؟ حاجة حلوة بالنسبة لمين؟ يبقى نعمل ايه فيه؟ يعني التيومرز اللي بتعيش بتكسبريس بي سي ال 2 ولا مش بتكسبريس؟ بتكسبريس؟ ما هو البي سي ال 2 بيمنع الابوبتوز. لو لقيت في ورم بي سي ال 2 عالي، الورم ده علاجه صعب. لأن الورم ده خلايا مش هتموت. معظم أدوية السرطان النهاردة بتلعب على الابوبتوز، اندكشن اوف ابوبتوز. خلاص يبقى انتي ابوبتوز، غش حتة الابوبتوز من أول شفرة خدناها. تعرف مين الانتي ابوبتوتيك؟ انتي ابوبتوتيك. عايزين نعمل فيه ايه؟ نعليه، ان احنا عايزين نقلل ابوبتوز. اربعة دكاترة واخيرا، حاجة اسمها حاجة شبه التيومر سبريسور جين كده، اسمها دي ان اي ريبير جين. دي ان اي ريبير جين، بص يا دكاترة، دي ان اي ريبير جين كلام جينيتكس قوي قوي، يعني هي متقدم مش عارفه تفاصيله بس تبقى فاهم الكلام. دي ان اي ريبير بيصلح مين؟ بيصلح الدي ان اي. طب والتيومر سبريسور جين بيصلح مين؟ الاونكوجين. يعني التيومر سبريسور جين يصلح لو في اونكوجين، يلغي الاونكوجين. انما الدي ان اي ريبير لو في اي عطل في الدي ان اي، فقدت شفره بس ما عملتش اونكوجين، ها حته اتكسرت، حته زالت بس ما عملتش اونكوجين، يلحق يصلحها. طيب مين اهم في مقاومه السرطان؟ دي ان اي ريبير ولا تيومر سبريسور جين؟ دي ان اي ريبير بيصلح عشان سرطان ولا بيصلح وخلاص؟ انما تيومر سبريسور بيشتغل بيصلح عشان سرطان، عشان كده سموه ايه؟ تيومر سبريسور. انما ده سموه ايه؟ دي ان اي ريبير. تقول لي ايه اللي دخل دي ان اي ريبير في السرطان؟ ما انت لما تسيب حته بايظه على حته بايظه على حته بايظه على حته بايظه ممكن تقلب تنكش. خلاص؟ مش فاهمينها؟ فاهمينها مش فاهمينها؟ لو مش فاهمينها مش مشكلة خالص. دي ان اي ريبير جين خلاص ده بيعمل ريبير اوف دي ان اي دامج، مش بيريبير الاونكوجين، بيريبير الدي ان اي دامج. في مثال واحد على الدي ان اي ريبير جين مرة، لا اعتقد يعني سألوكوا فيه، مرض اسمه زيروديرميا، زيروديرميا بيجمنتوزا. كويس؟ زيروديرميا بيجمنتوزا، ايه الاسم المعقد ده؟ طب ما تيجي نقطعه حتة حتة. زيرو يعني ايه؟ زيرو يعني ايه؟ مفيش ولا ناشف؟ كاف؟ خدنا زيرو دي قبل كده فين؟ زيرو في سالم، يعني مفيش عين ولا مفيش دموع؟ اه يعني جفاف في العين. زيرو ديرميا جفاف فين؟ في الجلد. بيجمنتوز يعني ايه بيجمنتوزا؟ منقط. عيال بيتولدوا بنقص في هذا الجين اللي هو نوعه دي ان اريتيز. فأي حاجة تبوظ جلده، الولد ده لو رش برفيوم على جلده، جلده يبوظ. الولد ده لو اتعرض للشمس، الشمس تبوظ الجلد تبقعه. الولد ده لو عمل اكس راي يصبح الصبح بنديولز في جلده. العيال ليه؟ لأن الجينز دي هم سموها كده، الجينز دي دي ان اي ريبير. هو بقع الجلد سرطان؟ لا. هو نشفان الجلد سرطان؟ لا. هو ديولز في الجلد سرطان؟ لا.
ده ريبير، ده مشاكل. العيال دول بيتولدوا بجلد مبقع وناشف. العيال دول بقى مشكلتهم ايه؟ جلد مبقع وناشف مش قادر يحمي الجلد من العوامل العاديه، فما بالك بالعوامل الكارسينوجينيك. العيال دول سهل يحصل لهم سرطان في الجلد ولا مش سهل؟ سهل يحصل لهم ايه في الجلد؟ ايه سرطانات الجلد اللي تعرفوها؟ هيجي لهم بيزل سيل كارسينوما وسكويما سيل كارسينوما ومالجنانت ميلانوما. خلاص؟ عشان ايه؟ عشان اصلا الجلد مش محمي من العوامل العاديه. ده بيحصل له فجر وبيحصل له نشفات لو اتعرض لكيميكال لفيزيكال لانفكشن لاي حاجه، فما بالك بالكارسينوجينيك فاكتور، يبقى ممكن يحصل له سرطان. كل اللي عايزك تعرفه الاسم ده بس. مثال الدي ان دي ان اي ريبير هو زيروديرميا بيجمنتوزا ديزيز، بيتولدوا كده في مشكله في الجين ده فيحصل لهم سكين كانسر في كل الانواع. يبقى الاطفال دول بيتفوز لكانسر اوف سكين. ده بالنسبه لدكاتره تفسير النقط. شفتوا السؤال ده كان عظيم قوي ازاي؟ السؤال اجريسيف جبروت، لقيت في الامتحان يقول لك ديس كار مال ديس ديس كار فينو جيرس، احنا في نقطه واحده يبقى لنا نص ساعه. اللي جاي سهل كارسينوجين والاونكوجين والكارسينوجين والبريكانسر والكلام ده. بصوا يا دكاتره عشان ما تسيبوش، احنا بنتكلم على ايه؟ موضوع قصه في البدايه والنهايه. البدايه يعني ايه؟ الايتيولوجي بتاع التيومر. التيومر ليه ايتيولوجي؟ لا، انما له ايه؟ ثيوريز اوف اوريجن. اشهر ثيوري اسمها ايه؟ مالتي ستيب كارسينوجينيك. فنص هذه النظريه على ان في عده تغيرات تحصل في الخلايا تقلب بسرطان. عشان تتفهم التغيرات دي في مصطلح لازم نفهمه الاول. يعني ايه تغيرات جينيتيك؟ ولما جينا خدنا التغيرات الجينيتيك لقينا ان في حاجات تزيد او تقل. عشان الدي ان ايه تقول عليه ان باظ ويقلب سرطان لازم يحصل حاجه من اربعه او الاربعه مع بعض. ان يزيد نسبه انوجين الاونكوجين، وان يقل نسبه تيومر سبريسور جين، وان ينقص في الخليه الابوبسوس، وان تبوظ الخلايا الجينز اللي بتعمل تشيك اللي هي دي ان ايه ريبير. يبقى مين الجينز المسؤوله عن الكانسر؟ كم نوع من الجين؟ كم نوع من الجينز المسؤوله عن الكانسر؟ أربعة. إيه هما؟ أونكوجين، تيومر سبريسور، ومين كمان؟ و السابع أبوبسوزيس جينز عامة الفصيلة كلها و دي إن إيه ريفيرجن. يبقى أربع أنواع من الجينات مسؤولة. فهمنا كلمة يعني إيه الريفيرسبل دي إن إيه دامج. بدأنا نقتنع بنظريتك اللي طلعت المالتي ستيك دي. قولنا بقى يعني إيه كارسينج؟ عرفنا دي ان ايه مين اللي اتعمل ازاي، قلنا مين اللي عمله بقى. ايه هو الكارسينوجين؟ ابدا بسؤال، كارسينوجين ماده قادره على احداث سرطان؟ لا، ماده قادره على احداث دي ان ايه ده اللي احنا فهمناه دلوقتي. ماده تقدر تعمل لك اونكوجين، تقدر تمول لك تيمو سبريس، تقدر تقلل لك ابوبتوز، تقدر تقلل لك دي ان ايه ريبير. هذا هو الكارسينوجين. ايه انواع المواد دي؟ يبقى اذا الكارسينوجين هو فاكتور ايبل to produce irreversible DNA damage. مش شرط يعمل سرطان، مش هو الايثيولوجي، عامل مساعد. فاكتور ايبل او مجموعه من الفاكتورز ايبل تو بروديوس irreversible DNA damage اللي هو الكاست اللي احنا قايلينه. ما هذه الفاكتورز؟ بص يا دكاتره، قد تكون هذه الفاكتورز مواد كيماويه في اي مشاكل؟ ماده كيماويه حطيتها على الجلد تقدر تعمل لك حاجه من الجينات دي. ماشي، كارسينوجين ممكن يكون كيميكال او قد يكون فيزيكال، او قد يكون اللي اتالف له كتب وعمل هلع في العالم كله فايرال، لدرجه الناس كانت مقتنعه زمان ان كل السرطانات عباره عن فايرال انفكشن، لما الكلام ده مش صح. بعض الفيروسات تقدر تعمل ميوتيشن، ممكن تقلب سرطان. فاهمين الكلام ولا مش فاهمين؟ يبقى اذا الكارسينوجين، ايه تعريف الكارسينوجين؟ هو فاكتور ايبل تو بروديوس كانسر. غلط، ايرفيرسبل ديني دامج. هذا الفاكتور قد يكون كيميكال او فيزيكال او فايروس. بصوا يا جماعه، ما هي المواد الكيماويه اللي يمكن تعمل تغيرات يمكن تقلب بسرطان؟ عندنا وايد ليست اوف كيميكالز ات ليست 900 كيميكال طبعا. مطلوب منك تعرف امثله بس، اعرف خمسه بس، اعرف خمسه بس. وعشان نسهل عليك واحنا بنحبوك وبنحب الطلبه ناخدهم الخمسه بحرف دي. يلا. خمسه من كام؟ من 900. ونقي لك الخمسه اللي بحرف الايه؟ عشان اسامي الكيميكالز اساسا يعني ده سؤال انا خاصه لما كان يجي لنا سؤال زي ده في الماستر بتقلة ادب يعني.
احفظه 900 اسم كيماوي وارصه له تهريج. هو احفظ الخمسه دول كفايه دي امثله. اول ماده كيماويه واشهر كارسينوجين على وجه كوكب الارض حاجه اسمها الاروماتيك هيدروكاربونز. ده ايه؟ اروماتيك هيدروكاربونز. اروماتيك هيدروكاربونز مواد فيها كربون وهيدروجين، مواد حلقيه. عشان نبسط الموضوع، ايه الاروماتيك هيدروكاربونز ده؟ دكاتره موجود في السجاير. موجود فين؟ في السجاير. مع العلم ان السيجاره الواحده مش فيها كارسينوجين واحد اللي هو الاروماتيك هيدروكاربونز بس، ده فيها اتليست 45 كارسينوجين. السيجاره الواحده فيها 45 كارسينوجين. خلاص، كارسينوجين يعني اللي هيشرب السيجاره هيجيله سرطان، يحصل تغيرات الريفيزور دي ان ايه؟ ممكن تقلب سرطان. كل اللي بيشربوا سجاير عندهم التغيرات دي، مين فيهم هيقلب سرطان؟ ما نعرفش، حسب التغيرات دي وصلت لفين. يبقى الاروماتيك هيدروكاربونز زي السيجارت سموكس، خلاص؟ بيعمل السرطان فين؟ ده كارسينوجينيك على مين؟ تغيراته على مين؟ على مين؟ على اللنج، بروكوجينيك كارسينوجينيك في اللنج. يبقى الاروماتيك هيدروكاربون ده كارسينوجينيك على اللنج. ماشي، ما انت لازم تقول الكارسينوجين ده كارسينوجين على فين؟ طيب الايه اللي بعدها؟ هنبصوا احنا عشان بس ما تلخبطوش، هناخد اورجنز كده بالتركيز. انا بحب دايما نمشي متنظمين عشان ما ننساش. حوالين اللنج حاجه اسمها ايه؟ بلور. حاجه مشهوره قوي بيعمل سرطان في البلور، سمعتوا عنه قبل كده. ماده اسمها الاسبستوس. ماده اسمها ايه؟ اسبستوس. الاسبستوس ده يعمل كانسر في البلور. بلورال مالجنسي. اسم الكانسر ايه هناخده بعدين؟ اسمه ميزو في اليوم، هنقوله بعدين. بس تعرف ان الاسبستوس ده، الاسبستوس ده بيستخدم في مصانع المواد العازلة. الثلاجات القديمة زمان كان في حاجة على الفوم كده بتعزلها لونها زي السيلفر، حاجة كده عاملة زي الألمنيوم، شفتوها؟ لو شفت ثلاجة قديمة أو فريون أو حاجات زي كده. أو عارفين لو في مثلا تكييف مركزي، التكييف المركزي بيبقى له أنابيب. في بص في المناطق اللي طالع فيها الأنابيب تلاقي أماكن متغلفة بمادة لونها بتلمع عاملة زي الفضة كده. المادة دي اللي هي الأسبستوس. كنا واحنا عيال صغيرين زمان، مش شقاوة يعني، نيجي عند الحاجات دي ونروح مقشرين الاسبستوس ده، ما اعرفش ولا اسبستوس ولا حاجه، نقشر الماده دي ومحطينها في كيس كده. واجي الواحد صاحبي وحبيبي كده واقوم جايب الماده دي وحطها له في اسان، يتنيه يهرش ثلاث ايام. الماده دي فيري ايريتنت، الاسبستوس ده فيري ايريتنت. على الجلد ما بيعملش سرطان، انما الناس اللي شغالين في المصانع بتاعت العزل دي بيتعرضوا لابخره الاسبستوس. اكثر ناس يقولوا كانسر في البلورا. وموجود في مصر في مصانع الاسمنت في حاجات كتير يعني. يبقى الاروماتيك مش مهم موجود فين، المهم نعرف الاسم وسرطانه فين. يبقى اروماتيك هيدروكاربون بيعمل اوعى حد يعمل منه كده حرام. فكنا ولاد قبل برونكوجينيك كانسر، والاسبستوس يعمل كانسر في الفلورا. على فكره بتتباع بيسموها بودره العفريت لو سمعتوا عنها. محلات المقالب والحاجات دي. الايه؟ اللي بعد كده الايه؟ هننزل تحت شويه. هيحصل سرطان في الليبر. بسبب ماده مشهوره عندنا قوي، ماده دكاتره اسمها افلا. انا قلت الفا، انا قلت ايه؟ افلا. افلا ايه؟ افلا توكس. مش الفا، افلا توكس. افلا وليس الفا، افلا توكس. ايه الافلا توكسين ده؟ الافلا توكسين ده سم وبيعمل هيباتو سيلولار كارسينوم، ومنتشر في مصر جدا. واللي هو المصريين بياكلوا سم اسمه افلاتوكسين. بياكلوه فين؟ في العيش البلدي والفول واللوبيا والسوداني وكل البقوليات. ليه؟ لان الافلاتوكسين ده بيطلع من فطر هتدرسوه في الميكولوجي اسمه اسبراجيلا سفيت. الفطر ده بيعيش على كل الجرينز والسيريالز الويت. يعني لو حصل رطوبة للقمح أو للبقوليات أو للحبوب يعيش عليها نوع من الفنجاي، فنجس كده معين ما تشوفوش بعينك، يطلع سم اسمه أفلاتوكس. يجوا المصريين في صابون العيش صوابيط عشان ياخدوا الغذاء فيها إيه؟ أفلاتوكس، which is carcinogenic لمين؟ للف. خلاص؟ الرطوبة اللي بتت. مش بخوفكم من العيش البلدي ولا حاجة، المصريين دول اجدع ناس، ما بناكل الزلط يعني ولا يهمنا، احنا يفرق معانا الكلام ده؟ قفله قفله يا عم ولا اي حاجه. قفله توكسين يعني بس بلا كارسينوس.
انا شخصيا باكل ايه يعني؟ قفله دوك لا اكل العيش بدل القفله بتاعه مفيش اي مشاكل، وخد معاه شويه فيتامين سي تبقى زي الفل، مش بيقاوم الفري راديكال خلاص، وعيش بلدي اعصر ليمون على الفول تبقى 100 100. اروماتيك هيدرو كربون بتعمل السرطان فين؟ الكلام ده في الناس الفرافير يا مهندس في مصر مش معانا الكلام. اروماتيك هيدرو كربون بتعمل السرطان فين؟ في اللنج. هزبت السرطان فين؟ لور الحفله تركن سرطانه فين؟ في اللعبه. انزل تحت على اليوريناري بلاتر، هننزل يا دكاتره على اليوريناري بلاتر. عندنا نوعين من الكارسينوجينز مشهورين بره مش في مصر، حاجه اسمها غاز اسمها الازو، اسمها ايه؟ ازو داي صبغه، وصبغات اسمها الانيلين داي صبغات بطن. الناس اللي شغالين في مصانع بتتعامل مع صبغات الازو والانيلين من غير ما يلبسوا ماسكات الكلام ده ما عادش موجود. جسم بياخد الصبغات دي ينزلها في الدم تروح على البلادر كارسينوجينك للبلادر، يجي لهم كارسينوجين في البلادر. احنا في مصر عندنا كالسيوم في البلادر بس ما عندناش ازو ولا انيلين. ليه؟ بسبب مين؟ بلاك الان ليه مين؟ شستوزوم بالهارد اكتر سرطان في الرجال المصريين بالهارد. قولوا لي ثاني يا دكاتره بنتكلم في عنوان اسمه ايه؟ عنوان اسمه ايه؟ دي كارسينوجين ماده قادره على احداث هاربات في ان اي دمج، وهذه الماده قد تكون كيمي، قد تكون فاكتور فيزيكال، قد يكون فيروس. انا اسف ام سو سوري، فيرال او بكتيريا معلش، بيولوجيا مش فيروسات بس، بيولوجيا غلطه شنيعه عيب قوي. انا بيولوجيا فيرال او بكتيريا، يعني بيولوجيا ما تقولش كيميكال فيزيكال بيولوجيا، فيرال او بكتيريا. المواد الكيميكال اللي قلناها اللي يعمل سرطان في اللنج مين؟ اروماتيك هايدرو كاربونز، وبتاع البلورا مين؟ بودره العفاريت، اسبس، وبتاع الليبر مين؟ عش البلد، افلاطوكس. والصبغات تعمل فين؟ في البلاد. اسمهم ايه الصبغات؟ ازو وانيلين. تعرفوا تقولوا لي مين الفيزيكال فاكتورز اللي تعمل سرطان؟ سهله دي، هتشطر على بعض. اسمه ايه؟ ايونايزنج راديشن والالترا فايلت ري. يبقى الايونايزنج راديشن والالترا فايلت. سؤال يا دكاتره ارجوكوا جاوبوا على هذا السؤال بس ما تكتبوش، ايه السرطانات اللي بتطلع بايونايزنج راديشن؟ ايوه اللي هم كانوا معاهم كلمه ايه؟ سولت. فين الكلام ده؟ جوه السيل كارسينوما، اوستي ساركوما، سلطه. ارجع للراديش ده كان موجود هتكتبه مان خلاص. السرطانات اللي بتطلع من العلاج الجراديش لما سلطه جوه السيل كارسينوما، اوستي ساركوما، لوكيميا، ثايرويد كانسر عند انجيو، انجيو ساركوما. ايه السرطانات اللي بتيجي بالالترا فايلت راي؟ رقم واحد هتقوله مين؟ بيزا سيل كارسينوما، واثنين مالجنانت ميلانوما. الترا فايلت ريد، وفي ناس بتقول سكوما ستيل كارسينوما ماشي سرطانات الجلد. نيجي للبيولوجيكال. بيولوجيكال نقصد فيروس ولا بكتيريا؟ يا فيروس يا بكتيريا. تعرفوا تعدوا لي لسته الفيروسات اللي بتعمل سرطان؟ ده سؤال لوحده. يلا اونكوجينيك فيروس او القادر على احداث ميوتيشن ممكن يعمل سرطان، مين الفيروسات تعرفوه؟ رقم واحد مين؟ ايد. الايد اللي بيعمل سرطان؟ لا، ما بيلز نفسه مش سرطان، ده بيجيب فيروسات تعمل سرطان. رقم واحد على راس القائمه، سمعتوا عن الاينشتاين بار؟ ده بيعمل سرطان واحد؟ ولذلك نحطه رقم واحد، الاينشتاين بار. سمعتوا عن حاجه اسمها هيومن دابيلوما فيروس؟ ايه كمان يلا؟ سمعتوا عن حاجه اسمها هيباتيتس بي فيروس؟ سمعتوا عن حاجه اسمها هيباتيتس سي فيروس؟ هيبقى فايت دي بس سي. ايه كمان حد عنده اي حاجه ثانيه؟ عارفين السرطان بتاع العالم اليهود؟ الراجل عشرتين الحرامي كان اسمه ايه؟ كابوشي فايروس، كابوشي ساركوما فايروس كي في، وفي ناس بتسميه اتش اتش في 8، هو اليوم الهيربس فيروس 8، لو نقطه في الهيربس مش مشكله، كابوشي فايروس رقم 8 ده بيعمل كابوشي ساركوما. ماشي، كل هذه الفيروسات اللي اتقالت يا دكاتره دي ان ايه فيروس، كلها دي ان ايه فيروس. في فيروس واحد ار ان ايه اسمه بس عليكم، فيروس واحد بيعمل سرطان، بيعمل لمفوما ولوكيميا برضه. الفيروس ده موجود في اليابان بس، اسمه هيومن تي لمفوما فيروس. الايبشتاين بار كان بيعمل بي لمفوما ولا تي لمفوما؟ دي لمفوما. مين اللي بيعمل التي لمفوما؟ ال HTLV.
هيومن سي لينفوما لوكيميا فايروس، ده الفيروسات. يبقى ده الفيرال انفكشن. احنا بنتكلم على بيولوجي، قلنا الفيرال زي بكتيريا. البكتيريا ده تعرفوا بكتيريا بتعمل سرطان؟ تعرفوا بكتيريا بتعمل سرطان؟ تعرفوا بكتيريا بتعمل سرطان؟ حد يعرف اي بكتيريا بتعمل سرطان؟ مين يعرف؟ بكتيريا بتعمل سرطان. ها؟ حد عارف؟ يا خسارة، محدش عارفها؟ ها؟ محدش عارفها خالص؟ ايوه ايوه ما ايه؟ هيليكو فاكتور بايلوري، حاجة اسمها اتش بايلوري. ايه الاتش بايلوري دي؟ ايه الاتش بايلوري؟ هي سموها بايلوري ليه؟ بايلوري ليه سموها بايلوري؟ عشان بتعيش فين؟ في البايلور. كان في زمان اعتقاد جازم بان المعدة ما فيهاش بكتيريا، المعدة السترايل بسبب الايه؟ الاسيد. لما جه عالم استرالي اسمه مارشال سنة 87 مش بعيد قوي، قال يا جماعه كل النظريات دي فاشله، ده المعده بتعيش فيها بكتيريا اسمها اتش بايلوري، اثبت ان فعلا في بكتيريا عايشه في المعده. انتوا عارفين عشان غير مفهوم العالم ده بس خد جايزه نوبل سنه 85 85 خد جايزه نوبل عشان قال للعالم كله يا جماعه لا ده احنا المعده بتاعتنا مليانه اتش بايلوري. الاتش بايلوري هو قال انها بتعمل سرطان؟ لا ما قالش. هو قال الاتش بايلوري عايشه في المعده وهي سبب قرحه المعده. اي واحد عنده قرحه مزمنه في المعده عنده اتش بايلوري، المعلومه دي خدوها مني. زمان كان يقول لك قرحه المعده ده فصيل الدم، ده بسبب قهوه، ده بسبب سجاير، ده مش عارف ايه. لا، السبب الاساسي لقرحه المعده هو الاتش بايلوري. بعد الراجل ده ب 10 سنين سنه 95 اكتشفوا ان اللي بيجي لهم سرطان في المعده عندهم اتش بايلوري. ما كانوش عارفين ميكانيزم ايه. سنه 2000 لقوا ان في ناس عندهم سرطان في المعده وبعدها بيجي لهم سرطان في القولون. والسبب اتش بايلوري. احصائيا ما دومش بايلوري، ايه الميكانيزم بالظبط؟ الميكانيزم اللي اتقال في المعده ما اتقالش في السرطان. انا قعدت 4 سنين من عمري نفسي اعرف الاتش بايلوري بتعمل السرطان ازاي؟ ولقينا ان الاتش بايلوري بتعمل حاجه اسمها هايبر جاسترينيميا، بتزود الجاسترين في الدم، وهذا الجاسترين بيقوم يشتغل كجروس فاكتور على الاستومك وعلى الكولون، يعني ممكن تعمل سرطان في المعده او في القولون. كل الكلام اللي قلته ده مش عليك. انت اللي عليك ان البكتيريا الوحيدة في العالم التي تحدث السرطان اسمها ايه؟ اتش بايلوري. ده بالنسبة للبكتيريا والفيروس. كده خلصنا دكاترة الكارسينوجين. عرفنا البداية؟ عرفنا البداية؟ باقي نقطة في البداية اسمها ايه؟ ري كانسرس. ليش؟ ينفع ما نقولش بري كانسر سيجن؟ شفت السؤال كان شرس ازاي؟ سؤال فظيع. بري كانسر سيجن. بص انا كانت سهله قوي. سهله قوي. بري كانسر سيجن. يعني ايه كلمة بري كانسر سيجن؟ بري كانسر سيجن كان موجود في المرحلة 1 ولا 2؟ 1 ولا 2؟ 3؟ مرحلة ما قبل السرطان. يعني الديفينيشن، أرجوكوا ركزوا. البريكانسرس ليجن از ات مالجنسي؟ ده مالجنسي؟ ده سرطان؟ لا، ده ما قبل السرطان. اول كلمه في الديفينيشن نون مالجن، هو مش مالجن بس ممكن يقلب مالجن. يبقى البريكانسرس ليجن نون مالجننت ليجن. هيعمل سرطان ولا يمكن؟ يمكن may transform into malignant ليجن. يبقى هو نون مالجننت ليجن which may transform into malignant ليجن. يمكن يقلب ويمكن ما يقلبش. عدوا لي كده شويه ريكانسرس ليجن تعرفوها. ده كلام فاضي على فكره اللي هي عيال، يعني ده تجميعه. تجميعه لما سبق ذكره. حاجات تقلب السرطان. تمثل ميتابليزم صح ما تكتبوش. ها وايه كمان؟ بناين تيومر جاوبوا عليه. نيوبليزم وايه كمان؟ ها هايبربليزم. حلوين اهو. انتوا قلتوا الثلاثة. ممكن اللي يقلب سرطان يكون هايبربليزي او ميتابليزي او ديسبليزيا او نيوبليزيا. حد فاهم حاجة؟ اقولهم تاني. اللي يقلب سرطان، فاكرين الشابتر بتاع الابنورماليتيز اوف جروس؟ الاتروف يقلب، الهايبرتروف يقلب، مين اللي ممكن يقلب؟ هايبربليزي. وايه كمان اللي بعديه؟
ميتابليزيا، وايه كمان اللي بعديه؟ ديسبليزيا ونيوبليزيا. نيوبليزيا هو في ايه بعدين؟ طيب قدامنا يعني ربع ساعه كده. معلش عزوا لي تاني. خلاص يا اخويا خلاص معلمين الصبح جدع كامل زي دول يعني. ها قولوا لي تاني. واحد ايوه بليز، اثنين بتاع بليز، ثلاثه ديس بليز، اربعه نيو بليز، خمسه ادر ادر. ركز معايا، ايه الهايبر بليز اللي تالف سرطان؟ عارفين مين الهايبر بليز اللي تالف سرطان؟ في هايبر بليز تالف سرطان؟ هايبر بليز زي ما في عدد الخلايا تالف سرطان؟ انه هايبر بليز الهايبر بليزيا عند الفيميل. هو الفيميل بيحصل لهم هايبر بليزيا ازاي؟ فين وفين؟ ماماري هايبر بليزيا يعمل كانسر بريست، اندوميتريال هايبر بليزيا يعمل اندوميتريال كارسينوم. يبقى عندك مثالين للهايبر بليزيا عند الفيميل، ماماري هايبر بليزيا واندوميتريال هايبر بليزيا. الهايبر بليزيا عند الفيميل خطيره. ليه الهايبر بليزيا عند الفيميل خطيره؟ لان ايه سبب الهايبر بليزيا عند الفيميل؟ استروجين، زيادة الاستروجين هتنشط الخلايا لحد ما تقلب سرطان. بس هل ده سرطان؟ لا ده هايبر بليز. هتقول يلا امسكت الميتابليز، ما تكتبوهاش، تكتبوها ليه؟ ها؟ كويماس ميتابليز، تعرفوا كم مثال لسكوماس ميتابليز يا مثلا؟ جول بلادر في حالات، للسو، يوريا بلادر في حالات، بالهايزيد، وايه كمان؟ والبروتو في حالات، وهكذا. يبقى الميتابليز اللي انتوا عارفينها، حط اي مثال من الشابتر اللي انت عارفه. ديسبليزيا ما بين قوسين انفلاماتوري، يعني لازم في انفلاميشن خلى شكل الخلايا وحش. تعرفوا مثال على انفلاماتوري ديسبليزيا؟ انفلاميشن بيحصل في حته في الجسم ويحصل معاه ديسبليزيا وتقلب بسرطان ويجيب بول، ويجيب بول في دم. بالهارزيال سيستايت، بالهارزيال سيستايت. يبقى مثال على ديسبليزيا مع البلاريزيل سيستايت في انفلاميشن، يبقى في ديسبليزيا وتقلب بسرطان. طيب اخر النقطه اللي قبل الاخيره اسمها ايه؟ نيوبليزيا. نيوبليزيا يعني ايه؟ يعني ايه نيوبليزيا؟ تيوم بناين ولا مالجنا؟ في نص دينا بناين ولا مالجنا؟ بناين ولا مالجنا؟ بناين. عشان هيقلب مين بقى البناين اللي هيقلب مالجنا؟ اي حاجه هتقولها صح. والله اي بناين هتقوله هيطلع صح. اي حاجه ادي لومه؟ سكوات سيلفا في اللومه، اي ما اول قاعده في البناين نقلب ايه؟ مالك حط 20 مثال هنا 30 40 زي ما انت عايز. افتح الفيور البناين وقلب منه. اذر في بعض الليجنز لا فيها هايبر بليزيا ولا فيها ميتابليزيا ولا فيها ديسبليزيا ولا هي اورام حميده، لقيناها بتقلب سرطان. امثلتها في السيرم تاني كتير، فبتعرف دلوقتي مثالين او مثال لو عايز. في حاجه اسمها دكاتره اندستندد تيست، حاجه اسمها ايه؟ undescended test. هو التست اصلا بالدسن. كانت عند عيال صغيره فين؟ في البطن. وعند الكبار فين؟ في السكروت. هو التست المفروض درجه الحراره المناسبه ليها عاليه ولا قليله؟ اقل من الطبيعي. طب لو قعدت في البطن تبقى الحراره عاليه، يحصل كانسر في التست. العيال الصغيرين اللي بيتولدوا بكريبتور كايدزما او undescended test تلاقي عندهم سرطان في هذه التست حتى مع حصلها دسنت بعد كده. يبقى اشهر مثال هو undescended test. ليها مصطلح اسمه كريبتور كايدزما، ناخد الترم تاني. undescended test او مرض في العظم اسمه باجيت ديزيز. مرض اسمه باجيت ديزيز بيقلب سرطان في العظم. خلاص يا دكاتره، ده بالنسبه للبري كانسر تريتمنت. عرفنا قصه البدايه، ما هي نهايه مريض السرطان لو ما اتعالجش؟ نهايه المريض السرطان ما اتعالجش ايه؟ يموت. ما هي الكوزز اوف ديث؟ يلا نقلب. ما هي اسباب الوفاه لمرضى السرطان؟ ايوه يا دكاتره، كوزز اوف ديث لمريض السرطان. اللي عنده سرطان بيموت ليه؟ اللي عنده سرطان هيموت من ايه؟ سرطان يموت قول من الحصر، اللي عنده سرطان هيموت من ايه يا دكاتره؟
سرطان ينفع يوصل للعظم يعيش في الاندوسيا ولا في البريوس؟ هيعمل ايه في البول مارو؟ ولما يحصل ديبريشن للبول مارو ينفع العيان يموت بانيميا، وينفع يموت بسيفير انفكشن، وينفع يموت بسيفير بليدنج بسبب الثرومبوسايتوبين. يبقى اول واحد هيتفرع منه ثلاث اسباب: بول مارو ديبريشن، الحاجات اللي انتوا قلتوها، انيميا، سيفير انفكشن، اكستنسيف بليدنج بسبب الثرومبوسايتوبين. ادي السبب، بس انت في الامتحان تخليك ناقص، عايز منك خمس نقط في الكوز اوف ديث. تقول له بول مارو هتبقى عليك نقطه؟ لا، خليك ناقص. تقول له ايه؟ تقول له انيم، سيفير انفكشن، سيفير بليد، دخلت ثلاثه من خمسه اهو، لسه هتقعد تفكر في الامتحان. تقول لي نقطه بول مارو تبدا تقعد تدور على اربع سنين؟ لا، هنعملهم ثلاث نقط. النقطه الثانيه، او النقطه اللي هتفرع منها حاجات ثانيه، السرطان ممكن يوصل للليفر؟ يوصل. السرطان ممكن يقفل الجينيتال تراكت؟ يقفل. لو وصل لليفر، الليفر يشتغل، يحصل ليفر فيل. لو قفل الجينيتال تراكت يعمل باك بريشر على الكدني ويحصل رينال فيل. لو سرطان في البرين يعمل انترا كرانيال انفكتريشن ويموت بالفيتال سنتر. يعني لو وصل السرطان الى اماكن مهمه، يعني لو حصل اورجان فيلير، اورجان فيلير او انترا كرانيال اكسبريس، وامثله الاورجان فيلير رينال فيلير ليفر فيلير او انترا كرانيال سبريد، انترا كرانيال سبريد او انترا كرانيال تيومر تموت بسبب الفيتال سيل. قلنا كم سبب يموت في السرطان؟ لو انتوا عرصه هتكتبوهم اثنين، لو انتوا ناقصين تكتبوهم كام؟ ست. ست اسباب اهو: انيميا، سيفير انفكشن، سيفير بليدنج، رينال فيلير، ليفر فيلير، انترا كرانيال سبريد. وعايز امتحان خمسه؟ يلا يا عم هديك سته واحده عشان لا شيش. خلاص عايز تزود النقط، طالما النقط صح ومختلفه زودها. النقطه الثالثه، ممكن السرطان يا دكاتره، عيان السرطان بيتخن ويبقلز ولا بيخس؟ بيسميها ايه؟ كاشك. ده ممكن يموت بسوء تغذيه. كاشك كومن قوي، يعني مش حد هيجي له سرطان ويبطل ياكل الا العيان اللي مش هيعرف يبلع بسبب السرطان. يعني السرطان في جي اي تي او مش هينفصل. يبقى الكاشيكس هي اول سبب ليها جي اي تي، كان تيومر في الجي اي تي. خلاص دي بتعمل مال نيوتريشن، مال نيوتريشن، ومال نيوتريشن يبقى مش هيقدر يتغذى خالص، لا يقدر يبلع ولا يفصل اي حاجه، يبقى تيومر في الجي اي تي. السبب الثاني اللي بيخسس العيان، ان في خلايا سرطان ممكن تطلع مواد ميديتورز تزود الايه؟ كاتابوليزم. يبقى ممكن يحصل زياده في الكاتابوليزم، لان انت عندك خلايا سرطان ما هي عايزه تتغذى هي كمان، يعني خلايا السرطان تتكاثر بس العيان يموت. على فكره ده لو ان في عيانين ماتوا، بحث غريب جدا، عجيب الشكل والمنظر والقيمه، عيانين ماتوا بعد ما ماتوا خدوا منهم عينات من خلايا السرطان، وجدوا في الكالتشر ان المواريث مات وخلايا السرطان بتتكاثر. شفت البجاحه؟ يعني موتت العيان والعيان ميت مش الروح، وخلايا السرطان بتبروليفريت، بتستهلك كل ما تبقى في انسجته من الميه والسولت ومن كل حاجه وعملها تغذى. طبعا هتموت بعد فصل، بس هتموت بعد العيان بفصل. خلاص، يعني السرطان بيتغذى زي البني ادم، يعني بيزود الكاتابوليزم. اسباب الموت في السرطان اثنين ولا ثلاثه؟ ثمانيه. اسباب الموت في السرطان كمان، بول مارو ديبريشن عمل ثلاثة، أورجان فيلير ثلاثة، كاشيكس يا السببين. عرفنا النهاية. في حاجة اسمها بارانيوبلاستيك سيندروم، نفس القصة يعني تبع النهاية برضه. بارانيوبلاستيك كلمة صغيرة كده. الحمد لله. بص يا شباب، النهاية قد تكون نهاية مأساوية، يموت، وممكن قبل ما يموت يتعافر شويه. في حاجه اسمها بارا نيوبلاستيك سندروم. يعني ايه كلمه بارا؟ بارا يعني ايه؟ بارا يعني ايه بارا؟ بارا ثايرويد، بارا سايتولوجي، بارا يعني ايه بارا؟ بجانب الورم في اعراض ثانيه. يعني الاعراض دي جايه اساسا دايركتلي من الورم؟ اعراض كومبريشن؟ لا. اعراض انفلتريشن؟ لا. اعراض بول مارو سبريد ومتاسز؟ لا. اعراض غير مرتبطه مباشره بالمرض، بالسرطان،
لدرجه ان في دكاتره كتير بيمثل الاعراض دي. عشان كده البارانيوبلاستيك سيندروم بيقول لك هي عباره عن مانيفستيشن او افكت نوت دايركتلي ريليتد تو تيومر. هي عباره عن افكت او مانيفستيشن نوت دايركتلي ريليتد تو تيومر، عشان ناخد بالنا ان التيومر ممكن يعمل اعراض مش على بالك. اشهر هذه الاعراض، التيومر لو حد يشتغل يعمل ايه؟ حد يبقى له وظيفه كده وانسان في الدنيا له قيمه، يعمل ايه؟ هرمون، بس هرمونز نورمال ولا اوفر؟ تعمل اعراض هرمونال اكسس. يبقى اشهر البارانيوبلاستكس هرمون السندرومز هو زياده الهرمون. عندك اكثر من 25 نوع من الهرمونز في اكثر من 20 سرطان. انما هناخد مثال بس اللي عندك في كتاب الاكزام الترم الثاني كل التفاصيل دي موجوده. سرطان الرئه، المفروض اللنج تفرز هرمونز. لو طلع سرطان في الرئه ممكن يفرز اي سي دي اتش. ده اكزامبل يا دكاتره، ده جاستر اكزامبل. يطلع كارسينوما في اللنج تفرز اي سي دي اتش. يعني ايه سي دي اتش؟ يعني ايه سي اتش؟ ادرين كورتيك ترافيك هرمون. يقوم العيان ينفخ وضغطه يعلى ويجي له حاجه اسمها كوشنج. فين الكوشنج؟ يبقى عيان عنده سرطان في الرئه رايح العياده يكشف، مش عشان سرطان الرئه لو مش عارفه، رايح العياده يكشف عشان لقى نفسه اتنفخ اديمتس وضغطه عالي وبدا يبقى عنده شكل غريب فيتشخص على انه كوشنج سندروم، ياخد علاج الكوشنج وفي النهايه يموت بسبب الايه؟ سرطان. خلاص، ما دي مشكله بارانيوبلاستيك. خدوا بالكم ده في اعراض بتحصل مش مرتبطه مباشره بالسرطان، زي الكاشنج سندروم اللي بيحصل مع البرونكوجينيك كارسينوم. عشان كده يا دكاتره بعد ما فهمنا نهايه السرطان المأساويه وهذا العذاب للمريض، وجب علينا ان احنا نعمل بيرفكت دايجنوزز اوف تيومر. ازاي يتعمل البيرفكت دايجنوزز تيومر؟ كيف يشخص السرطان؟ دايجنوزز تشخيص. مين اللي بيشخص السرطان؟ دكتور البطنه ولا الجراح؟ مين اللي بيقول ان يحلف ان العيان ده عنده سرطان؟ ولذلك لازم العينه اللي شك ان فيها ورم يتعمل لها بايوبسي. يعمل لها ايه؟ بايوبسي. يعني ايه بايوبسي؟ كلام شفوي يعني كلام فاضي. بايوبسي يعني ايه؟ بايوبسي سبيسمن يعني حد في جزء من النسيج او النسيج كله اكسايد اتشال. مش ما تعمليش بريك الديفينيشن ده، انا مفهمك نقط بس مفهمك. يعني بايوبسي خدنا عينه نسيجيه، مش عينة بول، مش عينة دم، مش عينة سيرة، مش عينة سي اس اف. بايوبسي يعني عينة نتيجية، خدنا من نتيج حد. بعد ما نعمل البايوبسي ونبص بالمايكروسكوب بالصبغات بتاعتنا او الصبغات المناعية، احيانا تشخيص الاورام ما بيبقاش دقيق، او احيانا بنحتار في بعض انواع الاورام، فنلجا الى طريقة اخرى، حاجة اسمها دي ان ايه اناليسيس اللي بقول لكم عليه ده ان شاء الله ده مستقبل الطب. دي ان ايه اناليسيس اوف تيومر، تشخيص الاورام جينيتيكالي. وجينيتيكالي هتعرف اصل الورم ايه، ومش هتحتار ما بين كارسينوما وساركوما. والاندفرنشيتد تيومر هتعرف تشخصها وتعرف الخلايا اللي جايه منها. جينيتكس دي بتديك الخريطه بتاع الورم. خلاص، وده ادق انواع التشخيص، بس فيري 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 اكسبنسيف. عشان كده لحد النهارده لا يطبق في مصر. النقطه رقم ثلاثه، احنا في بعض الحالات مش محتاجين نفتح العيان وناخد منه بايوبسي. في بعض الحالات نقوم مدخلين ابره بس، ونقوم شافطين شويه خلايا. نقوم عاملين ايه؟ شافطين شويه خلايا. بس الكلام ده ينفع مع سرطان القولون؟ في ابره هتوصل للقولون؟ ثلاث دقايق بالظبط، ثلاث دقايق بالظبط. في يا دكاتره ابره توصل للقولون؟ في الكلام ده؟ لا، احنا بنستخدم الابره في السرطانات الايه؟ السوبرفيش. يعني ايه تنفع في الثايرويد؟ تنفع في الليمف نود، تنفع في البريست، دي الاماكن تنفع فيها. دي بيسموها ايه؟ بيسموها فاين نيدل. فاين نيدل اسبيريشن، شفطنا. طب لما انت شفطت، شفطت نسيج ولا خلايا؟ خلايا. اند سايتولوجي، سايتولوجي، لان انت مش هتفحص بقى، ما تتوقعش تسحب من سرطان البريست فاين نيدل وتشوف السيروس كارسينوما كولل. لا، ده انت بتفحص على مستوى السيتولوجي التغيرات الخلويه بس. عشان كده مش دقيقه قوي، بيسموها الفناك او الفاين نيدل اسبيريشن اند سايتولوجي. الطريقه الاخيره لتشخيص الورم، ابعت العيان يعمل تحليل عشان تتاكد. تحليل ده تحليل دم سيرم،
لقوا ان بعض الاورام بتطلع ماركرز معينه في الدم، بروتينات معينه بتفرزها في الدم، بتزيد في بعض الاورام، بيسموها تيومر ماركر. خدتوها في البايو؟ تيومر ماركر. تيومر ماركرز زي ايه؟ دي بتتقاس في السيرم ولا في التيشو؟ البايوبسي بنفحص ايه؟ تيشو. دي ان ايه بنفحص ايه؟ تيشو. فاين نيدل اسبيريشن بنفحص ايه؟ خلايا شفطناها من اماكن سوبرفيشال. تيومر ماركر بنفحص الدم عشان نشوف مواد تدل على دلالات، مش اكيد بس دلالات. اشهر امثله على التيومر ماركر يا دكاتره حاجه اسمها سي اي اي كارسينو امبريونيك انش، وحاجه اسمها البي اس اي بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، وحاجه كلكم عارفينها اسمها اتش سي جي هيومن كوريونيك ميوتروبين. مش مهم اختلفت السي اي او الكارسينو امبريونيك انتيجين ده بيطلع في سرطان القولون كانسر كول. البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين بيزيد في سرطان ايه؟ البراست. البروستاتيك سبيسيفيك الهيومن كوريونيك جونادوتروفين يزيد في سرطان ايه؟ كوريو كارسينوم في سرطان البلاستيك. ده بالنسبة لتشخيص الأورام، وتم بحمد الله أهم شابتر في هذا الكتاب النيوبليك. حصة جاية، حصة تافهة جدا، حاجة اسمها جينيتك ديزيز، آخر حاجة في المنهج، ويبقى كل سنة وانتم طيبين خلصنا منهج الجينيتك. نعم. عليك؟ عليك اللي أنا قلته لكم بس. أقول لنا قلت لكم، تعرف يعني الشباب دي. الديفينيشن بتاع وايد سبريد انترا ماسكلر كوأجوليشن. ويت بريدنج ده. تعرف مين من اسبابه اللي حسبت كده العمليات الكليه والانجوليزم الفراكشر بتاع الهند كلها وفات انجوليزم تجميع اكتر هو ده كده. لا انا مش معرفش مروه سعيد او مش معرفش فاكر شو مين دول؟ لا انا اعرف بتاع مين ده؟ تكلم بتاع نشوه فين نشوه؟ اسمع فين؟